مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد خاص من حصة الجزائرية فوت، والذي سوف يسبق نهائي كأس الجمهورية الذي سوف يجمع بين أم الأربعاء ومولدية بجاية. هذا الفريق اللي حيلعبوا لأول مرة النهائي حيكون يوم السبت إن شاء الله أو غدا بملعب مصطفى تشاكر بالبلادة ابتداء من الساعة 4 مساء. ولكن أولا دعونا نتشرف باستضافة السيد مختار حريتي محلل قناة والحصة. مرحبا بك شيخ. السلام عليكم يا زيد، ومتشرفين يعني بحضور سي شيخي لاعب قديم على كل حفلة أربعة وعجالي العودة تعجالي اللي كنا يعني كان خاصنا في العدد السابق. إذا مرحبا بك سيد مختار. كما قلت شيخ مسيو شيخي يوسف لاعب سابق في أم الأربعاء اليوم احتمدت الزرقاء شيخة، مرحبا بك. الله يسلمك. راك غون فورم كاشنيك. نحمد الله وشكرا. إذا مرحبا بك مسيو شيخي يوسف الخضر العجالي العائد. مرحبا مشاهدينا الكرام، دي مونديتنا وراء الخضر ها والخضر. مرحبا بك الخضر العجالي. السلام عليكم، اهلا سلام. بكم اهلا بالجمهور الرياضي الكريم. وانا لحقت عربي المستوى تاع حريتي خوفني، قلت لازم نعاود نولي الخضر. قلت لازم نعاود نولي كان زيد ميسيون وحده خلاص. اذا مرحبا بك كذلك الخضر العجالي، جلال يعيش صحفي بالقسم الرياضي بقناه الجزائريه. مرحبا بك جلال. مرحبا بك يا زيد، ومرحبا بليزانفيتي تاعنا وحريتي. كراس حريتي ملي نديرو دوزي ميسيون بار سيمان خويا، ولينا اكثر من جابوني خويا. مرحبا بالجميع، مرحبا بك جلال. المشاهدين الكرام، للامانه فقط انه كنا اتصلنا بمسؤول ام مولديه بجاي عفوا في صوره سيد بن نايم سي زيزي كذلك سي الرئيس يخلف، ولكن اعتذروا على الحضور ربما الارتباطات مع النادي. غدا راح يكون نهائي وهذا الشيء على كل حال مفهوم، ولكن اليوم ما يمنعش اننا نتكلم عن 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 المباراه وعن الطرفين. المباراه راح تكون غدا ان شاء الله ابتداء من الساعه 4، ولكن اولا نروح نشوف هاد الفيتيار اللي داروا زميل سليم صاد لي يتكلم فيه على الناديين اللي حيمثلوا هذا النهائي. ثم نعود كل انظار عشاق مستديره في الجزائر ستكون مشدوده لنهائي الكاس والذي سيجمع بين فريقين خالفا كل توقعات هذا الموسم بوصولهما للمحطه النهائيه من المنافسه، وهما فريقا مولودية بجاية وأمل الأربعاء اللذان يلعبان لموسمهما الثاني فقط ضمن حديرة الكبار. فأكبر المتفائلين من الكراب والفايكينغ لم يرشح فريقه للوصول للمشهد الختامي في صراع تتويج بسيدة الكأس. فريق مولودية بجاية الذي تأسس سنة 1954 والذي انتظر 59 عاما للصعود إلى القسم المحترف الأول يبدو في أحسن أحواله منذ تولي المدرب المحنك عبد القادر عمراني لزمام العارضة الفنية لأكبر الفرق شعبية في حوض الصمام، بدليل احتلاله لريادة ترتيب البطولة للعديد من الجولات قبل أن يتخلى عنها مؤخرا للرائد الحالي وفاق سطيف، يسعى لإهداء الكأس الثانية لعاصمة الحماديين بعد جاره شبيبة بجاية بطل نسخة 2008 وترصيع سجلهم الذهبي بأول لقب في تاريخ الموب، وهو طموح مشروع لزملاء القائد ناسم دحوش خاصة بعد الروح القتالية التي أظهروها في الأدوار السابقة من المنافسة بعودتهم بالتأهل من وهران على مرتين بالإضافة لإبعاد وفاق سطيف الخبير في الكأس في الدور النصف النهائي. فريق أمل الأربعاء بدوره سيكون ندا قويا للبجاويين، فالزرقاء المتعطشة للألقاب لن تهدر فرصة لعب النهائي الأول في تاريخها دون أن تجعل منها مناسبة لإهداء المتيجة أول ألقابها. أشبال ميهوبي المحرومون من خدمات صانع الألعاب حسين حروش للعقوبة يملكون أوراقا أخرى لا تقل أهمية في صورة المهاجم المتألق أسامة درفلو ونسيم يطو والمدافع حمزة زدام، بالإضافة إلى الحارس المتألق محمد فلاح المتميز في ركلة الترجيح، فحظا موفقا لكلا الفريقين. إذا حظ موفق لكلا الفريقين. البداية سوف تكون بمولدية بجاية سيد مختار حريتي. المولدية هذا الموسم بقيادة سيد عبد القادر العمراني اللي كان بدا بداية الموسم معهم وكان يعني في الموسم الماضي وانطلق مباشرة في هذا الموسم، اليوم راهو في النهائي ضد أم الأربعاء، فريق اللي عاد ربما بمباراة واحدة ضد شبيبة الثورة جلال كان فاز بها داخل الديار في الكأس، ولكن المباراة الأخرى كانت خارج الديار ضد شباب باتنا مولدية وهران جمعية وهران وفي الأخير وفاق سطيف. حقيقة يا زيد احنا كما نشوفوا الفريق مولدية بجاية هو فريق عريق على كل حال، متأسس في يوم 1954 وكانت يعني كانت له صعوبات في البداية، يعني كنا نشوفوا كان حتى المدرب عمراني قرب استقال حتى وين استقال وعاودوا لي ديريجون عاودوا جابوه، يعني لما هو حكم الفريق السنه الفارطه وين ادى به بس سلك
اخر جوله وين يعني في الكلاسمون كان 11 باش خلف الثنائي رحموني اللي يعني نحييهم وكانوا طلعوا مع الفريق من الدرجه الثانيه حتى الدرجه البروفيسيونيل بريمير ديفيزيون بروفيسيونيل الاول. اي والله هو موسوني رحموني وموسوني اللي يعني كانوا يعني اداو سنه صعيبه باش الموب طلعت في اول مره في حياتها بعد 60 سنه. واليوم بعد موسمين في الرابطه المحترفه الاولى راهو في النهائي امام الاربعاء. هذا هو يعني الشرم تاع الفريق اللي كونوا عمراني وين دار يعني انا نقول لك دار فرقه ما عندوش اسامي يعني محدده، عنده فرقه متكامله وهو يعني عنده خبره في تسير الفريق. وحنا نقولوا باللي عمراني من خريج مدربين جزائريين ونحييوه، وهنا وين نشوفوا باللي عمراني عنده كاسين وهذه الثالثه على عنده نقولوا هذه راح كاس سيد عمراني عند فاز بكاس الجمهوريه سنه 1998 مع وداد تلمسان في 2005 مع اولمبيشلف واليوم راهو في النهائي يعني عنده خبره وراح يقود الفريق تاعو يعني بخبرته. وهو قال كلمه قال الكاس ماهيش تاعي تاع اللاعبين وهذا يعني كلام معبر. سيد شيخ يوسف حنوري لك على امام الاربعاء تفضل الخضر. بالك انت كي قلت الثالثه شفتك ترى كيفاش الثالثه يعني زعما الابله صاطي له الثالثه ماشي مشكل شيخ راه سيدي سيد شيخ يوسف حنوري لك نتكلم على الامام الاربعاء. خلينا نروح عند الخضر لانه تحب يعني لغه الارقام. شفنا انه مولدي بجاي هذا الموسم 39 نقطه في الرابطه المحترفه الاولى راهو في المركز الثاني. الفريق هذا عنده 29 هدف سجل لاعبين تاعو سجلوا 29 هدف وتلقاو 19 هدف يعني اون ديفيرونس دو دي بوت وين الفريق هذا يعني فريمون في الموسم الثاني تاعو راهو يقدم في مستويات لا باس بها. وهذا راجع للعمل نظن هنا لاتوش تاع المدرب اللي تري امبورطونت، ولكن يعني المعطيات هذه ني با سينيفيكاتيف. علاش؟ باسكو لما تشوف انت بطوله كيما هذه ما عندك حتى يعني اوكان كريتير. كي تشوف انت الاولاني شحال عنده النقاط، الاخير تشوف المستوى خاصه تاع الفرق. اليوم الفريق اللي عنده دراهم ولا اللي ما عندوش كيف اليوم واش انا افيك اونتر غيمي نقولوا باللي دو شوفور راه يدير دوبلي في الفيراري اليوم. صح 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 ويعني هاد يعني يا بات لوجيك في الجزائر، ولكن كاين شيء اللي نقدروا نتكلموا عليه. واش نقولوا حنا؟ لا كاليتي تاع الرجال هي اللي تسبق الاموال. صح اكزاكتومون. شكرا الخضر. جلال، الفريق هذايا بدون ما نتكلموا على انتصاراته في الكاس الجمهوريه اللي حققها اربع مباريات كامله خارج الديار، مباراه واحده فقط ضد شبيب تصاور داخل الديار. الفريق هذا عنده 10 انتصارات كاد فيكتوار اليكستير، يعني اربع انتصارات كامله خارج الديار. هذا اللي بياكد مره اخرى على 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 انه جاب انتصارات في البطوله، وحتى في الكاس كانت انتصاراته كلها من خارج الديار. سورتو نعرفوا التركيبه تاع الفريق عنده دي جوار اللي يبوف فير لا ديفيرونس. عندك يايا، عندك عكاشه القدام، عندك عده لاعبين اللي يقدروا يديروا الفارق. سي بور سا ونشوفوا ثاني عمراني عنده هذيك الثقافه تاع جوي فير لافون، سي با كلكان اللي يعني غطي غير اللور. مي كواكو ديبي سيزون كما قال الشيخ كانوا بعض المشاكل حتى اليماج تاع الغارديان بوت في بدايه الموسم، بدا الحارس الزايدي اللي راح لمديا، ومن بعد ذاك اللعب حارس رحماني، ومن بعد منصوري باش يسي امبوزي. دونك الفريق هذا سي كوم ان موتور ديزل، بدا بصعوبه البطوله ومن بعد الى كومونسي ديرولي يعني ما حبش. كواكو ثاني كان عنده ما ننساوش ثاني الماتش تاعو كونتر اليوس مافي بجايا في فلالي وين خسر وصرا بعد احداث شغب بيتو. قلنا بلي بالك الفريق تمك لاري تاعو، مي نو هذاك المشكل هذاك خلى الفريق تاع بجايا يعاود يولي اون فورس. السلسله هذه من الانتصارات هي اللي خلاته يكمل في الميم ريتم في لا ديناميك في كاس الجمهوريه. جلال اكزاكتومون. سورتو نعرفوا الفريق هذا الحارس تاعو هو القوه تاعو، الحارس منصوري جاب بلوزيور ماتش في لي بينالتي، وثانيك لي تيرور كما كان يقول مسيو كارو في العدد السابق على لي تيرور. ميم لي تيرور تاع بجاي ما يضيعوش العديد من ضربات الجزاء يسجلوا. دونك سي بور سا سي ان تو. نزيد برك نقطه يا زيد، لما قلنا احنا باللي التركيبه تاع الموب يعني هي قوتها المجموعه. هنا تشوف حتى عمراني اللي عنده يعني يكون جاهز وقدام ما عطى الفرصه المنصوري اللي كان هو ثالث حارس، وين عطاه الفرصه ولعب واكد روحه. ومنصوري عنده يعني شيخ منصوري في ديبي سيزون سيتي لوي تيتولار، كان حيلعبوا مع نصر حسين داي في بولوغي المقابله الاولى تبليسه، دخل زايد دي في بلاصتو من تماك ضيع الفرصه تاعو ضيعها. اول مباراه للمولوديه كانت بفوز في ملعب عمر حمادي ببولون ضد نصر حسين، ربحوا 2-0 البرومي ماتش تاع الشامبيونات. ابخي سا يعني هذا الحارس منصوري لا بري كونفيونس ودا سا بلاص، اي مان في
ضربة جزاء سيتي لا مجموعة مكونة من عناصر يعني كبيرة اللي تكون هي قدوة الفريق والاخرين كاع شبان الكادر يعني لما تشوف انت مباراكو عنده 89 زايد راهو داير يعني كل راهو داير كل يعني مجهودات تاعو في الموب وين راهو يلعب كاع المقابلات تاعو صحيح مي كي يكون عندك واحد كيما الدحوش عندك مالك فقالي ولي راكاي سي لي جون كي فون كي هما يدومين لي فيست لو فيستير يعني اكزاكتومون ولكن انا نقول لك كذلك جالي راح يتكلم هنا نقولوا باللي خبره المدرب وضحى للفريق وبلا ما ننساو يعني بلا ما نقلوا لي ديليجون اللي داروا عامل كبير باش عاودوا يسترجعوا عمراني وين خلاوه يعمل وعطاو له كل الامكانيات باش يعمل بالضبط مون كونترمون موب دو 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 بيجايا سيد شيخ يوسف أم الأربعاء كان استعمل ثلاث مدربين كاملين في صورة محمد ميخازني كذلك السربي داركو جانكوفيتش وكذلك محمد خرباش اللي كان استلم المهام ومحمد خرباش ثم جاء سيد محمد ميهوبي اللي كان في أهلي بورتبوريليتش ربما ما تشوفش انه هادشي هذا بارابور الموب وين كانت عندهم هذيك لاستابيليتي بار كونتر في امل الاربعاء هذاك لاستابيليتي ما كانش في الفريق. شوف في مدينه الاربعاء يعني في الفريق تبدلوا ثلاث مدربين في ظرف يعني كما نقولوا احنا موسم واحد مازال موسم يعني واحد في ظرف 26 جوله يعني بالحنكه تاع جمال اماني على كل حال نحيوه من هذا المنبر أعرف كيفاش يعني يغلق هذا المشاكل هذو واستنجد بالأخ ميهوبي اللي راه يكمل المشوار هذا يعني وكما يقول لك المدرب ميخازني دار خدمة مليحة على كل حال شاف الظروف ما ساعدتوش ورحل صح الشيخ كانت قضية لعب حروش ديبيت سيزون وين شفاو رمى له تيشيرت يعني كي خرج زعف يعني هذاك الشيء اللي خلى بالك ميخازني راح سيتي ان تي بروبليم في ديبيت سيزون سيتي ان بروبليم وي هذا مشكل يعني من المشاكل اللي دفعت المدرب باش يرحل وهذا راجع اليوم خير ان شاء الله كما يقولوا نتفائلوا خير للمباراه النهائيه هذه عفوا امل الاربعاء كان حقق الفوز ضد مولديه باتنا خارج الديار ثم اتلتيك حسين مسعود خارج الديار كذلك شباب عين فكرون خارج الديار ثم نصر حسين داي كذلك بملعب 20 اوت واستضاف اولمبي شلف في دور النصف النهائي بملعب عمر حمادي نقدر نقولوا بلي المباريات كلها الاكستيريور خارج الديار يعني دار مرحله شابه السنه مام العام اللي فات لو كانوا يعني كانوا مسيرين اذكياء كان قادر الفريق العام اللي فات يكون في هذه المرتبه تاع النهائي صح باسكو كانت عنده فرص كثيره وكان طاح في الاخر المقابله طاح مع عين فكرون وين كان ينجم ينتصر عليه كان ان لم تكن الداخله كان يعني لايتي ديسكاليفي بابو تيغو بيتو كان ضربه جزاء وكان الفريق كان في مستوى جيد صحيح وكان قادر يروح بعيد في الكاس مع السيد شريف الوزاني مع شريف الوزاني اللي نحيوه بالمناسبه على كل حال ودار خدمه لا باس في مدينه الاربعاء هو ونكازي يعطيك الصحه سي يوسف بالك التركيبه تاع فريق امل الاربعاء نشوفوا فيها بزاف لاعبين دي زونسان تاع المولوديه تاع اليو اس مع ليماج دو زدام ليماج دان داود بالك هذوك اللاعبين افيك ليكسبيرونس اللي عندهم قدروا يعاونوا الفريق سورتو مع الحارس فلاح هما اللي باك خلاو الفريق يكون في هذه المرتبه هذه حنايا شوف فريق عندك اون كومبوزونت يعني جديده وكلش ماشي دي جور لون دو مان يعني تي فوا فوا سيت ادابتاسيون سيت استراتيجي جو يعني سي دي جوار يعني يفهموا كل شيء شفتوا انتم في الاربعاء ما عندكمش انون ظافر موراكم يعني اموال ما كاش صادير لو سول اللي راه يعني على تيت دو سيت ايكيب يعني فو دير سكولوني بغض النظر على امور يعني ما كان لهنا نتكلموا عليها ولا سي بيان جمال اماني جا في وقت يعني انسان يكون صريح مع نفسه قبل ما يكون صريح مع الناس دوك انسان جابوه جاء في وقت ضيق رمضان الناس كاع ديمارات يكونستيتو يعني يكونستيتو اون ايكيب خلف رئيس سابق عدلان جعدي يعطيك الصحه ويكونستيتو اون ايكيب يعني في ظرف وجيز في 15 يوم ولا يدير اون ايكيب باري ويدير بها اون بون سيزون ويزيد ان دوزيام اني ويلحق اون فينال معجزه سميره برك حبيت نتكلم من الجانب التقني لو ريكروتمون
ديبيو دو سيزون الى ايتي في بار جمال عماني ولا المدرب؟ شوف لو ريكروتمون دون مانيير جينيرال لو شوا دي جوار لو شوا دي جوار ايتي ايفيكتوي ديريكتومون بار مسيو اماني باسكو هنا جو في ريفينير لاتسيو هنايا طريقه اللعب شوف كي تشوف فريق شباب مولوديه بجايه Donc c'est des joueurs qui sont assez grands au niveau de la taille. C'est pas mal. À l'axe, Chabab Al-Arbi'a. Al-Arbi'a. Voilà, c'est des joueurs petits de taille. Donc un dom centre de gravité très bas. Je trouve que les mêmes, même la manière de jouer, les rami de jouer, ça va différer de l'abjaya et tu les aimes comme ça. Elle a été adaptée. جوستومون الخضر راح نتكلموا على امل الاربعاء دائما في 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 ربما الطرف تاع الخاص بالارقام امل الاربعاء اللي عنده 35 نقطه متواجد في المرتبه العاشره ولكن بفارق اربع نقاط فقط على على المولد البجالي اللي راه في المرتبه الثانيه اللي راهو راح يكون طرف ثاني في في النهائي عنده 24 هدف وتلقى 31 هدف ربما خط الدفاع الدفاعي الخاص به ربما كان تلقى على كثير من الاهداف ولكن المفارقه انه امل الاربعاء اللي راه متواجد اليوم في المركز العاشر عنده 11 انتصار بالمقابل المولد البجالي 10 انتصار فقط اللي راه في المركز الثاني مباراه ثلاث نقاط يعني ثلاث نقاط مباراه واحد ولكن انا كما قلت لك مقبل اخي يزيد يعني بطوله تاع الجزائر هذه السنه هذه شامبيونا بيزار غريب ما تقدرش ما تقدرش تكلم لك ربما من الجانب ربما التسيير تسيير الفريق في 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 فوق ارضيه الميدان ربما لما تكون عندك ديفونس مقارنه بمولد البجاي اللي استقبلت كثير من الاهداف ربما هذا شيء مقلق في كلما نتكلم على على الجانب ستاتيستي قبل النهائي شوف الاخ يزيد لو سيستيم دو جو لا تاكتيك اون جينيرال الي ديفيني بارابور ا لا كاليتي دي جوور اللي عندك هذا سي لو برينسيپ دو باز انت ما تقدرش دير اون اتاك رابيد جوار لي جوار تقال دونك لهذا حنايا واش نقولوا نقولوا باللي فريق الاربعاء بصفه عامه فريق يحب الاستحواذ على الكره ويلعب افيك دي زاتاك بلاسي وكونتر فريق تاع الموب نظن باللي لازم عليه باش يديفلوبي لا ترانزيسيون على بيرت لانه لو ما يديفلوبيش لا ترانزيسيون على بيرت راح يكون عنده مشاكل في 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 فيما يخص الدفاع اكزاكتومون سيد مختار حريتي امل الاربعاء راح يكون كله عزيمه كما راح يكون مولد البيجا كذلك امل الاربعاء راح يكون كله عزيمه لتحقيق اول لقب في تاريخ النادي في تاريخ النادي هذا يزيد لا كوب دالجيري كما يقول لك تجي خطره هي تسمى عندها حلاوتها ماشي كيما شامبيون سي با لا ميم شوز داير نشوفوا الاحتفالات كيفاش راهي وماديا زين نقول لك انا ماديا اباك الكوب دالجيري لي بلو شير كو شامبيون الو شامبيون تلعب 30 ماتش كوب دالجيري تلعب 16 8 ولا اون بلوس باش نقولوا باك الفوتبول الجزائري لي تور الاولين خمس مباريات زايد زايد النهائي 6 زايد كاين دي زيكيب في التور لي تور الاولين 32 16 مي دوش دي بريم دو ماتش لي جوار يلعبوا ويتفاهموا في لا فينال يقولوا لك بريم شامبيون لازم تخلص بريم صح ولكن هذا الشيء اللي خلى حلاوه الكاس ربما عندها طابع خاص بالجزائر يشوفوا يعني نظره على هذا الشيء باسكو كي تلعب 30 ماتش ماشي كيف كيف تتعب يعني شان ولكن حلاوه نوليو للكاس الكاس عندها طابع خاص شوف للجمهور للمسيرين للاعب الكل يعني صانع من هاد الفرق اللي رايحين يتقابلوا راح تكون مقابله يعني انا نقول لك مغلوقه ما راحش تكون يعني ككل نهائيات ككل نهائيات ولكن انا نشوف باللي كاين يعني من الأربعة عندهم يعني ان ميليو تيران كي تري ريش تري ريش يبقى يبقى فير عبك ما عندهمش عندهم مهاجم واحد لما اظن درفلو والاخرين كاع سي دي ميليو تيران جوستومون بكلمك على وسط الميدان حسين حروش راح يكون غائب الاكبر في المباراه هذه سيد شيخ يوسف حسين حروش اللي عنده ان بوا في الفريق هذا يعني سي لا بياس ميتراس يقولوا الجمهور تاع الاربعاء هو لا بياس ميتراس تاع الفريق بياس ميتراس انا بور مو انا شخصيا كلاعب وك كمدرب يعني بياس ميتريس سي طرو لور لو مو فريق الاربعة سي ان جروب بصح هو يعني مفتاح وسط الميدان كاع لي بالون جوجو عليه دوك كيما قال الاخ عجالي توت الور كون تي جو اون بلوك كون تي لي ان جروب ها كي الكرة تمشي من الدفاع لوسط الميدان للهجوم فهمت وكاين الناس اللي هما يقودوا يعني هذه الهجومات سواء على اليسار سواء على اليمين سواء في الرواق حنا حروش مثلا مالغري كيما يقول لك
لا سيسبونسيون تاعو بصح ما راحش ياثر على الفريق. يقولوا اللاعب وعيشه هو اللي حيخلفه في الوسط. عندك مقداد مثلا، عندك مقداد سي تان جوار طري فيف طري بيركوتون يكري الدونجي الي لا بارتو، فهمت؟ هذاك يعني ينجم يخلق لك ربما غياب حسين حروش راح يفتح المجال لمقداد اللاعبين مقداد وبو عيشة كذلك عنده كل رياح يفقد اللاعبين يعني يفون سيكسبريمي ايزيمون لاعب صديقي يعطيك صديقي سيت ان اليمون تري 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 فالابل صح. هذه نتمنوا ان شاء الله غياب حسين حروش باش ياثر ياثر على النادي في النهائي. صح دوماج دوماج بور لوي باسكو اون فينال في 4 ماتشات دار 4 مباريات اون فينال مسكين بالك تجيه في حياته كاع. حنا على غالب كنا نتمناو باش يكون، ولكن الاربعه ما شكيتش راح تاثر باللاعب حروش لان عندهم لاعبين يعني في وسط الميدان لو كان تشوف كيفاش يديروا لي ديبلاسمون بوتيت ومن بعد عجل اخويا يوري الاخر تشوف باللي هذا الفريق عنده دي زوتوماتيزم تخلقوا يعني من بدايه السنه ما نقولوش وتكملت مع ميهوبي. يعني هذا نقول لك ان الاربعه عندهم لا فورس تاعهم سي لو ميليو تيران وعندهم ان طري بون غارديان. صح كذلك شكرا جزيلا لك مختار حارثي مشاهدينا الكرام. ربما للجمهور الذي حصه كذلك حصه الاسد ان صح التعبير، لانه ربما الجمهور هو اللي يحب لا دام كوبا شيخه هو اللي يحب ويحب يخلق ربما بهجه خاصه قبل النهائي. راح نشوف راي الجمهور مولديه بجايه قبل النهائي ثم نعود. يحضر أنصار مولودية بجاية بكل جدية وعلى وبأمل كبير لتحقيق لقب كأس الجمهورية هذا الموسم. مدينة الحمديين تزينت باللونين الأخضر والأسود في حين معقل النادي يتمنى تتويجا طال انتظاره. شيبا كون نربحو 3-1 او ميم بلا لي برولونغاسيون ان شاء الله يا ربي. على كل حال الاربعه ستين بون ايكيب يلعبوا البالون. سا جو فولي با دير مي سرا 3-0 سي سيغ سي سيغ سي سيغ افيك عكا شاي زردم سي بون سي لافير ان شاء الله. صح يكون ماتش صعيب سور لي دوز ايكيب ان شاء الله برك يكون فير بلي ان شاء الله برك نشوفوا بالون ان شاء الله كل ميرغان pour la finale ça va se jouer sur des détails le mob تاع بجايا هذا ان بون جروب و الاربعه كيف كيف ان شاء الله ندو شامبيون ونزيد لا كوب داجيري ان شاء الله نديرو خاوتنا في بليدا خاوه ما دبينا حنا ندوها. على كل حال اش نقول لك فوتبول بالو دون نقول لكم ان شاء الله نديوها ونفرحوا كاع بجايف نحنا نجيبنا لاكوب ونروح حتى بليدا نجيبها ان شاء الله نجيبها. انصار الموب ورغم تشوقهم للقب الا انهم يبرزون من جديد تصرفاتهم الحضاريه بعدم اكتراثهم ان ما ضيع الفريق اللقب باعتبار انه ادى موسما كبيرا. Vive le monde de toi on est fier MOB mes origines berbère Vive le monde de toi on est fier Entraîneur et joueur sont super Ici pour leur unique on إذا شكرا جزيلا للزميل زكريا مسوي كانت نقل إلى مدينة بجاية. جلال مولدية بجاية راهم بقوة بجاية راهي مزينة خضراء وكحلة ونعرفوا أن مولدية بجاية عندها قاعدة جماهيرية كبيرة الله يبارك لك راب معروفين أنصار الموب سي الدوزيامون في الفريق هذايا وصول الفريق إلى النهائي سي كما نقولوا مام سي اون فيكتوار بور لي سيبورتير اللي راح يجوا انجاز ربما وصول إلى النهائي بحد ذاته انجاز با وي باسكو كي تعرف الأنصار راح يديروا الديبلاسمون حتى البليدا يجوا ديفيلي بزاف عفايس اللي خلوهم يفرحوا بالفريق تاعهم صافي دو زون في القسم الوطني الأول سي كالكو شوز اللي حق لا فينال اكزاكتومون الخضر تلعب نهائي ديفون بوبليك اللي يكون بدون أي شك ربما الملعب حيكون ممتع لآخره ربما هذا حيكون دافع للاعب هذا راح يكون دافع وجو بونس باللي المدربين في هذه المقابلات ما لازمش يتكلموا بزاف على لا موتيفاسيون حاب يقول ما لازمش يموتيف باسكو ديجا راهم يفو كيل سوا دون ان سي اوبتيمال تاع لا بيرفورمانس وكما قبل كنتوا تتكلموا على غياب ولا حضور بعض اللاعبين نظن في مقابله كيما هذه بو امبورت لو جوار كي فا جوي جو بونس كو لو روندمون اي فا ايتر باسكو هذا الماتش هذايا
مش راح نقول لا بلاص دي كونغ دايا العباره الشهيره لي ماتش هادو ما لي فينال انا جو بونس باللي الجمهور ديجا سيتان جوار سوبليمونتير وهذا اللي راح يخلي اللاعبين تما كل حاجه راح تكون تسير بطريقه عاديه فوق الميدان سو امبورت لا كان لو ستاتيو تاعو تيتولار ولا رومبار صحيح الخضر مختار ربما حتى هنا اللاعب حيتحول الى مناصر بحد ذاته لانه بكل صراحه ما هو لما يخرج للشارع ولا حيكون عليه الضغط هذاك تاع 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 النهائي الجمهور يطالب بالنهائي هنا اللاعب حيكون في احتكاك مباشر مع الجمهور تاع النادي تاعو شوفوا الفريقين الاثنين يعني لما تاهلوا للنهائي ديجا كان عندهم امبريسيون انورم ونشوفوا تانيك الموب وين كانت تلعب على الشامبيونا ولا تخمم على لا كوب ولا اربعه اللي كانوا باش ينقضوا الموسم ولاو يخموا على كوب راهم في ازمه يعني كون تشوف لا ديفيرونس الموب يعني مرتاحين في الشامبيونا ولا اربعه شويه هنا نقول لك باللي اللاعب راح يكون علاش قال الاخضر ما لازمش لي زونترينور يدخلوا بزاف لي ديسكور يعني تاع باش يزيد يحمس الجوار باسكو جوار فيناليست خلاص اني فيناليست ما بقى لي والو تي في يكون موتي لاكيفاسيون تجي وحده دوكا ويشوف يا ربي ويلعبني لونتينور ولكن لما تشوف الصور هذه في بجايه مثلا كل مدينه مزينه بالاخضر والاسود شوف بجايه كما قال يزيد عندهم خمس جلال اسمح لي جلال وبورتون جلال بورتون حبيبك بورتون حبيبك جلال قلت لك لما تشوف انت يا الموب عباك ماهيش مولوديه بجايه يعني معروفه عندهم انصار بريسك 50000 سبيكتاتور راه اللي يكون شوف نتاسف يعني مانيش حنا راينا نتاسف لما تلعبش النهائي في سان جوي لان 11000 يعني حرموا بزاف 11000 ربما يكون النومبر تاع التذاكر اللي يتباعوا يعني تشوف الناس كانت راح تحرم من النهائي لو سان جوي 25 افريل كان واجد سان جوي حنا نقولوا ما ندخلوش في الديتاي باسكو تحمدنا كنا تكلمنا على الموضوع هذا تاع ما وهي تلعبت في بليده سيما ولكن ضاير كانوا صراو ربما مشاكل في 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 بجايه بارابور لي بيل تاع المباراه باسكو سلات 11000 واش انت 50000 عباك الموب لو كان تشوفهم داخل العام هذا كنا تنقلنا انا والخضر للوهران كنا نشوف مباراه ضد الجميع الوهران كبير جدا في بجايه اول فريق اللي يتعمر الستاد تاعو هما بجايه لما تدخل الفريق اللي يدخل يعني ما لقري هذاك لادفيرسير الشعب يزيد تتحمس باش تلعب والناس اللي برا على ستاد في بجاي اكثر من داخل لان تسمع انت الشيخ يقولون نربحوا 3 ديريكت تسمع تلمو مساكن عباك دو زوم اللي طلعوا من حقهم من حقهم يتفائل بالفوز من حقهم كما محق الاربعه ثانيك راح دير الاخر من عندهم دو زوم اللي طلعوا لا بريمير اني سايتي دي ديفيكولتي طري عمك قريب هبطوا قريب دوزيام اني راهم يديروا في مشوار عظيم وهذا يعني نشكر ثاني مره المسيرين اللي عرفوا كيفاش يجملوا الشمل ويخدموا الفريق هذا وان شاء الله يحتويوا بعض الازمات وان شاء الله بعد مهما يكون تكون النتيجه ان شاء الله يكملوا ان شاء الله استمراريه في العمل خاصه مع المدرب على بالي سيد شيخ يوسف ويسنى الفيديو تاع الاربعه والزرقاء والباكينغ اذا الزميل بلا زعيم وشيكا تنقل الى مدينه الاربعاء وعد لنا بهذه الصور الزرقاء يا مولا على جالك دخل نهائي كأس الجمهورية عده التنازلي ودخل معه نادي أم الأربعاء مرحلة الجد من أجل كسب الرهان ودخول التاريخ وإحراز كأس الغالية التي لم يسبق لخزائن النادي وأن تزينت بها يعني راح يكون نهائي صعب بين فريقين الغلمة العلمي فتساعدو عندنا نفس الحظوظ نتمنى وحنا نفوزوا بها احنا عندنا ما تنساوش بلي عندنا واحد 6 ولا 7 لاعبين اللي لعبوا ديجا كأس دونك عندنا كيما نقولوا انا سوندون سيكولوجيك لكن التحضير للنهائي لا يقتصر فقط على اللاعبين بل يمتد إلى الأنصار أو الفايكينغ الذين يعيشون هذا الحلم الذي بات قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح حقيقة. راني جاي من ولاية يارد نسيبورتي أمل الأربعاء راني في إن سومان هنا يا خويا وعاونونا إن شاء الله بربي وديروا اليد في اليد. التحضيرات راهي في المستوى راهي يوميا رانا دايرين حفل كبير وحنا نطلبوا من اللاعبين هذو إن شاء الله يجيبوا لنا لاكوب يجيبوها للشباب تاع الأربعاء. جمهور أمل الأربعاء معروف بنقطة القوة تاعو. إن شاء الله نتمنى حاجة في النهائي إن شاء الله. نتمنى حاجة واحدة في النهائي إن شاء الله. إن شاء الله ندوها. كاع فرحانين أول خطرة حندوها. كاع
كيما راك تشوف رانا مع لوريف هذا تاع كوب دالجيري. هذا بالنسبه لنا عرس كروي، عرس كروي ان شاء الله يجوز في اجواء رياضيه حماسيه وكل لو فير بلاي هو الصح. مباراه صعبه يا اخي باش ما نكذبوش على روحنا، مباراه صعبه وان شاء الله الميركي كان جايه خاوتنا، جايه خاوتنا احنا كامل جزائريين، ما كان باهاني ما كان والو ان شاء الله. وان شاء الله احنا يا اول مره تاهلنا نهائي كاس الجمهوريه مدينه الاربعاء، ان شاء الله نديروا مقابله جيده والاحسن مولوديه بجايه ثاني فريق كبير، وصعدوا كيما احنا صعدوا لي كراب، هما لي كراب وحنا لي فايكينغ. بون حنا رانا في لافينا هكذا ماناش مأمنين باسكو ان شاء الله بريمير فاس راه في الاربعاء، الاربعاء ناسيونال اي في لافينال ان شاء الله الميور كي كان هكذايا ورانا واجدين رانا معاهم وموراهم ان شاء الله. بالرغم من دخول نادي أمل الأربعاء التاريخ ببلوغه المرحلة النهائية من السيدة الكأس، يبقى لقاء يوم السبت القادم والذي سيكون ملعب مصطفى تشاكر مسرحا له من أجل كتابة تاريخ جديد للفريق. شيخ يوسف أمل الأربعاء وفي المدينة في الأربعاء راهي زاهية راهم يوزدوه بكل طرق للنهائي هذه. على كل حال الولايه كاع راهي زاهيه، الجزائر كاع راهي زاهيه لهذا النهائي. والانصار تاعنا نقول لك من احسن الانصار يعني في الجزائر. صحيح. انا عندي ذكريات كبيره معهم. ياك يوافقني الاخ حارثي والاخ ماشي مشكل انا الاربعه نعرفهم ولعبت في ملعب الاربعه وما كان حتى مشكل. البرونوستيك تاعك شحال البرونوستيك؟ نعم البرونوستيك تاعك. برونوستيك تاعي ان شاء الله نربحهم واحد الدوان هكذاك. تفائل يعني ان شاء الله تبقى متفائل ان شاء الله. كل توفيق لكم ولمولديه بجاية. تفضل يا شيخ. يعني نقطه برك على انصار الاربعه، يعني هما يعني في دمهم الفريق هذا، في دمهم. صحيح. ونزيد ثاني الانسان ما ينساش بالك شي خويا يوسف نسى حتى واحد الانسان عمل كثير للاربعه هو الجعدي اللي معروف اللي هو طلع الفريق عدلان جعدي. نعم لا عدلان جعدي طلع الفريق حتى الناسيونال اون. كان مع سيد علي وحسي. سيد علي وحسي سيد علي وحسي كان كشبور يعني داروا 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 عمل كبير باش طلعت الاربعه الناسيونال اون. واللي جا موراهم اماني اللي يعني خدام لاسيوري لاسيوري خدام المشوار في اصعب وقت. صحيح. صحيح. يعني واللي حد الان لهذا راهو شويه زعفان واش سوفرا في الديبي دو سيزون ساتي با فاسيل سورتو كمختار نعرفوا مدينه الاربعاء على سوفر في العشريه السوداء اللي كانت في الشعانات مع الارهاب لهذا الفريق هذا يعني الى دي غرانغولي اكوز وصرا في هذيك العشريه يعني جعدي بدا عمل او كملوا عماني غير كيما داروا مصالحه بيناتهم سي بيان كل ان شاء الله يعني الفريق هذا كيما قال الاخ حارثي شو الفريق هذا كي تعود تشوف جاي سيتين كومبليمونتاريتي باوي فهمت الجعدي جاء في وقت دار خدمته خلى الفريق في مستوى صح جاء اماني هاو يدير في خدمته سيتين ريف اونيون فينال تحقق فينال كما قلت هذا يعني ما يسمحناش باش ما نكونوش ريكونيسون اونفير لي زونسيان اللي جابوها من 1941 الى يومنا هذا تاريخ كبير 1941 يعطيك الصحه هذا كبير يعطيك الصحه مثلا كي تشوف باغ اكزومبل لي زونسيان اللي داروا الساس وداروا هذا الفريق في مستوى الحمد لله رجال ولدت رجال والدراري كما يقول لك ولادهم راهم واليوم امل الاربعاء راهو في الرابعه المرحله الاولى راهو في نهائي كاس الجمهوريه لا اي لو كومبليمون دو لوت اكزاكتومون واليوم راهم اون فينال تبارك الله كما يقولوا في اماني تبارك الله في لي زونسيان بريزيدون اللي جازوا كل واحد كان واحد كان عمل عمل في النادي هذا ربما جمهور امل الارباع يشكروا على كل ما قام به تفضل جلال اون بليس يزيد نعرفوا جمهور امل الارباع بوبليك كونيسون تاع الفوتبول وين نعرفوا ان ميم في لي زونترينمون يجوا بقوه يحضروا لي زونترينمون يحضروا كلش لي ديباسمون يروحوا ما يعزلوش شوف الانصار تاعنا نعطيك انا فكره يعني دقيقه وصحيحه الانصار تاعنا شوف احنا فات زمان في السبعينيات كنا نلعبوا دير في بالك بلي الانصار ما يرقدوش حتى يدخل الفريق مدينه الاربعاء يستناو لي جوار نعم صح
عندنا انصار في القمه. جوستومون لانه حتى الموسم الماضي كان الانصار كانوا يتنقلوا لما يصطادفوا يتنقلوا الى عمر حمادي بولوغين. دونك والملعب كان ممتلئ وانا نتفكر يعني الايام تاع الرابطه المحترفه الثانيه جوستومون مع مولد بجاية كانوا جادا كنا نروح نخطو مباراه في ملعب عمر حمادي بولوغين. كل مباراه يلعبوها امام الاربعاء كانت ملعب ممتع عن اخره. في عصر الجعدي ولا في عصر اماني ولا في عصر لي بريزيدون لي جازو شوف كانوا الانصار يعني يتنقلوا في جميع المدن في ظروف حسنه وفي ظروف حسنه صح. يعني حاجه لا فينال هذه سي ان بو سبيسيال بو فو باسكو لا فينال في ولايه بليده ملعب بليده راه كيما نقولوا سي قريب لينا اسم فوالا لو كور دي بلاسمون حبذا لو المقابله هذه كان لعب بلعب 5 جويليا 5 جويليا باسكو ما كانش غير الانصار تاع الاربعه وما كانش غير الانصار لانه كاس الجمهوريه انصار النوادي كلها تحب تروح تشوف حتى اللي يحب كره قدم يروح يشوف مباراه من ناحيه العدد بجايه سيت ولايه اوتوماتيكمون الانصار عندها بزاف احنا سيت دايره اوتوماتيكمون عندنا الانصار كما نقولوا قلال بارابور بصح كاين انصار تاع الاربعه كاين من وهران من عنابه كان شفنا المناصر جا متيارت باش نشوف ام الاربعاء الاخضر جوستومون جمهور الاربعاء يعني سمعت بعض التصريحات مع الجمهور يقول له ما نقدروش نكذبوا على روحنا سي تغاف هذا حلم لانه ام الاربعاء ما يلحق للدور هذا. قال مولدية بجاية فريق قوي راهو يبرهن في البطوله. قال حتى ولو ما فزناش ربما تقعد هذه تجربه لنا. يعني تصريحات لما تسمعها تقول يعني جمهور لا باس بها يعني على بالو شو يستنى فيها. بطبيعه الحال احنا نشاطروهم على هذا يعني اون لي غوميرسي بهذه البساطه تاعهم ولكن انا تقنيا ما نشاطرهمش. انا تقنيا نقول باللي فريق الاربعاء او نيفو دي كاليتي انترانسيك تاع اللاعبين اي سون سوبيريور على تاع بجاية وهذا دوك نشوفوهم بعدك في التحاليل ولكن الشيء اللي لازم الناس هي تتكلم عليه خاصه فيما يخص كما قال الاخ جلال العشريه السوداء اللي جازت هما كما يقول لك اليوم سي اون بوفي دوكسيجين بوغ باسكو علاش وين كانوا وين ولاو اليوم وكما تكلم الاخ حاريتي قال لك في ديبيو سيزون كانوا يعانيو ما كانوش يستناو في رواحهم كما يقول لك هذاك العطشه اللي كان في الصحراء والقشيه ما يقول لك الحمد لله نشهات نشرب وخلاص. هو الفريق اللي بدا متاخر في التدريبات التحضيرات بدا بعيد متاخر يعني باش تشوف كيفاش حتى اماني لعب الدور يعني كبير يعني ذاك الانسان ما ينحيلوش المقدنيات لو ميريت تاعو باسكو تعب لعب دور كبير عباك الانسان هذا فيه الايجابيات بصح انا نشوف اماني فيه الايجابيات. الاخ حريتي كاينه واحد النقطة هامة شوف ميزان القوة غير متكافئ بين مو لا هي من جميع الناحية لا هو صريح هو يتكلم غير متكافئ من يعني في أي مستوى يعني مستوى الفريق كلاعبين مستوى التسيير مستوى سبونسورينغ ماديا يعني تنظيميا مرافق ملاعب مرافق ملاعب مولود بجاية عنده يونيتي مغربين يعني ملاعب الوحده المغاربيه ما نقدرش ندير هناك فوتبول لي زيكيب كاع متساوسين يعني كاع ممنوعين لازم يكون قوي يكون على كل حال باش يكون المنافسه كي تشوف مثلا تشوف فرق صح عندها خبره في المستوى هذا كان فرق عندها خبره خدت الدور الاول من الكوبا دي وماديا لا باس بهم. انا شاطر الاخ كيقول يعني شامبيونا ماشي مستوى انا بور موا سي ان شامبيونا او ديسو دو لا موين سي سني با ضعيف مذبذب باسكو تشوف فرق تصرف اموال كثيره ماديا وصحيا لاباس وراهي في المراتب الاخيره وتصيب فرق كيما فريق الاربعه ماديا ما كان ماديا ضعيف صح ما كاش حتى الموب الميزانيه ما راهيش ميزانيه فرق اخرى حتى الموب ما عندوش شركه وطنيه راهي موراه اسمح لي احنا نوكا حتى الموب فريق شوف نوكا غير جينا في الموب احنا ما عندناش زون اندستريال دي زون اون زون اندستريال اللي فيها ربما يعني سمح لي سيد البلديه ربما امل الاربعاء سامح لي لما الفريق باش يكبر لازم يتراسي لشمال تاعو وربما امل الاربعاء اليوم راهو يكبر بوصوله الى النهائي باحتلال احد المراكز الاولى وهنا ربما الشيء هذا اللي راح يجلب موالين راح يجلب سلطات المعنيه اللي راح تسخر ربما كثير من الاشياء للنادي هذا. امل الاربعاء كبير راه في عمره 71 سنه كبير في اللاج
فهمت؟ إيه ولكن سي ولكن, سي ولكن, سي ولكن, سي ولكن 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 يقاس يقاس الألقاب ويقاس مشاركته القارية يقاس بهذا المبدأ. والألقاب هذو باش تجيبهم؟ جيب العمل، جيب المتابرة، واليوم الفريق هذا ما لازمش نكسروه، لأنه النادي هذا راهو يطراسي في الشمال تاعو، راهو يكبر النادي هذا من حيث الألقاب، من حيث الخبرة، من حيث التجربة، وربما هذا الشيء اللي يخلي ربما العديد من الموالين ورجال الأعمال اللي يروحوا للنادي هذا. لا فينال سي فيترين وسي فوالا بيان سور. لا فينال هذه راح نشوفوها في دبي، في بلدان عربية، فينال سي فينال سي فينال. شوف لي هذا، أنا شاطر هذاك المناصر اللي قال احنا هذا حلم. يعني لو كان يصرنا حاجه نقعدوا يعني متمسكين ونزيدوا نكملوا مع الفريق باش يبقى في ناسوال ونخدموه. عاده الانسان عاش يقول تصريحات كانت واقعيه. انا نحييه المناصر هذا، وكان شاب اللي قالها يعني كان واعي ومد ميساج للسيبورتور تاع الاربعه، حتى الموبا حتى الموبا هذه اللي ما عندهم حتى كاين وحده اللي تديها. ناديين ما عندهم حتى لقب. لما نشوفوا الموب زي لا نيسونس تاعو سيتي 1954 وامل الاربعاء في 1941، ناديين ما عندهم حتى لقب. اليوم راهم يكبروا يعني لما تقول لي كبار نقول في جوج عندهم سنتين ما يطلعوا من في 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 المحترف الاول. في الحقيقه الميريت ديت اون فينال بيان سور بيان سور بيان سور الميريت ديت اون فينال بيان سور. لو نتكلم عن الموب، الموب كما قال الأخ حاريتي العام الماضي كان مذبذب في النتائج تاعو. بريمير اني دي 6 سيتا سيت اون اني دادابتاسيون اكسيتيرا. بون جا الأخ عمراني نحيوه من هذا المنبر، دار خدمة يعني لاباس بها الحمد لله. عمراني كان بدا الموسم الماضي كان معاهم الموسم الماضي، ومن بعد بدا مباشرة في وسط في الموسم الجديد. السنة هذه كيشوفوا الموب من اول مقابله الى يومنا هذا هما في المراتب الاولى. صحيح، اليوم راه متواجد في المركز الثاني. خلينا في امل الاربعاء نروح نشوف مشاهدينا الكرام تصريحات لاعبين راح يكونوا حاضرين في النهائي ثم نعود. Ouais, effectivement, c'est une finale historique pour notre club. On se prépare le plus simplement possible pour cette finale, pour ce match. Ça reste un match de football hein. Ce sera 90 minutes avec deux belles équipes. Voilà, on s'entraîne du mieux possible, on est logé dans un super hôtel. Voilà, le groupe est serein, le groupe bosse bien, donc Inch'Allah, on sera prêt pour ce match. Et en ce qui concerne Harouch, malheureusement, c'est un partenaire, un ami aussi, qui va nous manquer sur le terrain, c'est clair. Mais Inch'Allah, on va jouer aussi cette finale en pensant à lui et on essaiera de la gagner aussi en pensant à lui. On a de la nihaï rana hadrolo, hadrolo bjiddiya. كما قلت انت نهائي تاريخي اللي راح اللي دخلنا النادي هذا ودخلنا احنا كلاعبين للتاريخ تاع النادي هذا. ان شاء الله احنا كلاعبين نديروا اليد في اليد باش نفرحوا الجمهور تاعنا ونفرحونا كلاعبين، باسكو ما يخفناش احنا لا ديفات اللي في بلادنا اثرت علينا شويه خدمه تاع افتينا وتسجيل الاهداف. دوك انا ما في هذا النهائي ما نقول لك الصح ما يهمنيش كل ماركي، باسكو قد ما يهمنيش كي نربحوا وندوها ان شاء الله. باسكو دوك رانا احنا 11 لاعب في الميدان و11 لاعب راح نتعاونوا ونديروا اليد في اليد. اذا الاخضر لاعبين صديقي ودر فلو واعيين بالمسؤوليه وعلى بالهم واش يستنى فيهم غدا ان شاء الله. طبيعه الحال وخاصه ان كاس مقابله تاع كاس ما حيش يلعبوا دائما، وكاين حتى اكبر اللاعبين ما كانش عندهم الفرصه باش يلعبوا النهائي. وحبيت برك نعود على اللاعب دربلو هذا درفلو لاعب ممتاز. صح، ممتاز جدا، شفته عده مقابلات يعني شيء غريب هذا اللاعب، يعني احتال دوك باش انا نشوفه ونسمعه. تواجد في المنتخب الوطني اقل من 23 سنه، وهذا اللاعب كان في اتحاد العاصمه جلال وانجام العماني لانسيستي عليه باش يديه للامل الاربعاء. يزيد برك نكملوا على كلمه على الدرفلو. هذا اللاعب من مدينه بوسعاده، كان لعب في ويفاق ستيف صافي 2-3 سنين، كان في ويفاق ستيف، من ويفاق ستيف انتقل الى اتحاد العاصمه. وعماني راح شاف اماش تاع لي سبورت تاع اليوسما باش تشوف لعماني سيكا كان كيتشوف الفوتبول. هو مناجر عماني راح اتحاد العاصمه شراكه فتره تاعو. نعطيك نقطه، هو المدرب هو اللي ميخزني هو اللي يعني اهدر على الامانه، لانه كان في اتحاد العاصمه، حتى اتحاد العاصمه اللي حد الان راه نادمين عليه على هذا اللاعب الاخضر. ربما كنا قطعناك حتى نكمل الفكره. لما تشوف ان سيغتان صديقي اللي جا هذا الموسم الامل الاربعاء ويقدم مردود لا باس به بشهاده الجامعه، ربما سي ان بوان اللي ربما امل الاربعاء جمهور امل الاربعاء اللي راهم
دايرين فيه الثقه راح يكون واحد من ركائز الفريق في النهائي هذا، خاصه لما نشوفوا المردود تاعو في وسط الميدان ونشوفوا ثانيك لا كومبليسيتي اللي عنده مع مقداد ويطو ودرفلو، يعني نشوفوا باللي الفريق هدايا فيما يخص طريقه اللعب تاعو. علاش مقبل سقسيت السؤال كيا في لو شوا دي جوغ، تما بان باللي كاين ذكاء كبير في اختيار وتركيبه البشريه. جوستومون سيد الشيخ يوسف، كنا شفنا لاعبين واعيين ربما بالمسؤوليه، ويقول لك مثلا درفلو هو هداف الفريق، يقول لك ما يهمنيش انا اللي سجل، يهمني انه نرفدوا الكاس في نهايه المباراه. إيه هذا دليل على يعني النضج تاع اللاعب. على كل حال هو لاعب ممتاز، يمتاز بالسرعه، يمتاز بالقذفات، يمتاز يقولوا فيوتشر سليمانيا حتى في الهيئه تاعو ربما يشبه كثير يعني سليمان. يعني لاعب ممتاز يعني في القمه. بالنسبه لصديقي ومقداد يعني كيجوا من وراء يعني يخدموا مع خدمه يعني صحيحه، ونظن انا يا ان شاء الله كل لاعبين حيكونوا في المستوى في الموعد النهائي هذا. سيد شيخ يوسف مختار الطرف الثاني مولد بجاي، هما كذلك عندهم واش يقولوا في اللاعبين تاعهم في مباراه النهائي، راح نشوف تصريحاتهم. انا حظوظ كما يقول لك متساويه كما امل اربعه لقاء نهائي سيدو 50-50، ان شاء الله اللي يكون مليح سورتو مورالمون، اللي يكون منظم في التيران، اللي يكون كما يقول لك بلو كالم، ان شاء الله يدي لاكوب وبوركوا با بجاي احنا اللي نديوها ان شاء الله. الكتب سيكولوجيك سي سا اللي يكون رزين في التيران، اللي يكون كان سورتو نظام اللعب، والكره الثابته هي اللي دير الفرق، وان شاء الله كما يقول لك. وثاني كما يقول لك لونفي دو غاني سي سا كي فا فير لا ديفيرونس ان شاء الله. Je pense qu'avant tout ils ont l'image de notre équipe, ils ont un très bon collectif. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de joueurs techniques, des joueurs expérimentés. On sait que c'est une équipe qui joue bien au ballon. Donc voilà, c'est la même chose de notre côté. On a un gros collectif aussi et qui manque un ou deux joueurs. Je pense pas que ça va jouer sur leur niveau, sur leur collectif. Après voilà, ça sera à nous d'exploiter les failles qu'ils ont pour trouver les solutions et je vous dis ramener le meilleur résultat possible. Cette année, voilà, il faut le dire, on a un public exceptionnel. Il nous a suivis tout au long de la saison, dans les bons moments comme dans les moments un peu plus durs, même si cette année voilà, il y a quand même beaucoup plus de bons moments. Je pense que voilà, ils ont montré une image exceptionnelle cette année, à l'image du groupe aussi, qui a fait vraiment une grosse saison. Donc la meilleure des choses, la meilleure des récompenses, et pour nos supporters et pour nous, ça serait justement d'avoir un titre cette saison. إذا مختار ربما الخبرة موجودة في مدينة بجاية، لاعبين دحوش وزرداب يأكدوا على أنه حيكون فيه نقائص في الفريق أو لا، ولكن أهم ياسي الجروب هو اللي حيخلق الفارق في النهائي. احنا شفنا على كل حال حتى تصريحات الأربعة كانوا يعني صاج كما نقولوا حنايا، وهذا عامل بسيكولوجي نظن. وتشوف هنا الخبرة تاع الموب، وين هضرنا على هاد اللاعبين هما ركائز مولودية الموب، وين حتى عمراني يسمي يتركز عليهم بزاف، لان دحوش لما تشوفوا في الفريق يعني هو البومون كما نقولوا حنا تاع له. وفي القدام زرداب دي فوا يلعبوا رونترون، دي فوا يلعبوا رومبلاسون، مي بصح على باله باللي هذا اللاعب عنده وقت وين يلعب، وين يحتاجه في هذاك المومون. سالنا في دمي يحتاجه في هذاك المومون وين يكون الفريق في ضروري يقدم مباراة كبيرة. كبيرة يعني احنا نشوفوا يعني انا نشكرهم اللاعبين لي دوز ايكيب اللي راهم يعني يمدوا في تصريحات مير يعني لا باس بها، ولو انه جلال في اوبجيكتيف صحيح جلال في المباراة هذه حتعرف غياب ربما فرحات اللي ما كانش مدة طويلة اللي راه مصاب، وحتعرف عودة كذلك لاعب حمزاوي عكاش. نعم حمزاوي ثاني دوفون مع فوزيايا اي بوف فير لا ديفيرونس، والرجوع تاع حمزاوي سي ان بون بوان و ان بون بوا بوغ بزاف الاخضر حمزاوي. ما على بالي قال لي افو سونتر من الكبار يطرطق اي فرحات اوسي في وسط الميدان عنده البواتاو عنده البواتاو اون بليس فرحات سي لو بلوز اونسيان سي لو الكابيتان ديكيب، هو الكابيتان ديكيب فرحات هو لام دو كلوب، دونك ميم ما يلعبش راح يكون مع المجموعه هو ياثر لاعبين جو بونس كي دوني لو بلوس. يا كان ان اوتر بوان كيتكلم على لي جوار تاع ام الاربعاء، شوفوا مقداد ولا صديقي ولا زرداب، البعض يتكلم على لي جوار فرانكو الجيريان يقول لك نو اي سون نونشالون اي تو، شوفوا ان اللاعبين اللي فرانكو الجيريان لي زيميغري راهم يمدوا قوه كبيره للفرق الجزائريه. صحيح اكزاكتومون اللي مجدو صديقي في ام الاربعاء لا يقدر حتى اللاعب داوود راهو يمد في داوود ومؤمن اللي راهم بليسي وداوود راهو يدير يعني مردود لاباس به. داوود اللي نشفوا له اون 2009 2010 في المولديه الجزائر
سيتي ان بيلي د ليكيب تبليسه راحت له بلاصته في المولوديه جوج دي زاني في البون اي تو مي هذا العام امل اربع داوود ويعاودي بعد في المشوار فريق داوود ويولي بقوه يعني من جديد الاخضر كنا شفنا العديد من المرات مورد بجايه ربما لديك تدخل قبل ما نطرح لك سؤال تفضل هنا برك باش نتكلموا على مستوى تاع البطوله واللاعب الجزائري وكذا جلال اللاعبين هذو اللي رانا نجيبهم من الخارج ما كاش بزاف لي سينيو بروفيسيونيل دونك هذو كاع يعني باش تشوف باللي حنايا ما نقدروش نقارنوا مع البطوله الفرنسيه وين صحيح يعني اللاعبين هذوما جايين كيما نقولوا حنا من دي بتيت ديفيزيون وشوف إل سامبوز في بطوله تاع بريمير ديفيزيون تاع الجزائر صحيح وبعودنا لمولد بجايه الخضر كنا تنقلنا عدد من المرات وشفنا مولد بجايه شفنا خطوط تاعها فوق ارضيه الميدان وكنا ربما جمعت انت كنت قلت لي انه ربما سيد عبد القادر العمراني راه يقوم بعمل كبير خاصه انه فلالين دوتوش يعني يبقى يوجه اللاعبين تاعو طيله 90 دقيقه وكنا شفنا في وهران طيله 120 دقيقه ونعات باللاعبين تاعو هي انا ما نشاطرش بصفه عامه يعني المدربين اللي يبقاو واقفين 90 دقيقه لان لما تقوم بعمل كبير يعني في في, في الاسبوع اون جينيرال يفو ميو لازم تكون عندك لانتيليجونس ايموسيونيل سيتادير تريح باش يكون عندك لو طون تاناليزي لادفيرسير وكلش ولكن في النهائي ما يكونش عندك بزاف الوقت يا الهضره في النهائي ربما لازم لازم على بالك باللي نعطيك معلومه اللاعب بصفه عامه الاخ يزيد ما يسمعش المدرب كيكون فوق هذه خاصه هذاك اللي راهو كومبليتوم الوبوزي يعني سي بلوس كيما نقولوا احنا المدرب قال اني وقفت وتكلمت وهدرت وكلش ولكن ما تفيدش بصفه عامه وفيما يخص المدرب عمراني حقيقه التحاليل اللي قمنا بها شوف انا سكيما تيغاس في الخدمه تاع عمراني سي لو بلوك لا كومبوزيسيون تاع لو بلوك لو ريبلي ديفونسيف سي تادير كو اللاعبين تاعو داخلين في المشروع تاعو اون فوا كيزون بيردو لو بالون لو بلوك تاعهم يل ريدوي لي ديستانس ويعاودوا كاع يولوا اللور علاش باسكو عندهم دي جوور كي سون كاباب دالي تري فيت فيغ لافون دونك يجو لا ترانزيسيون راح نتكلم على على النقاط هذه في في ربما التحديات تاعك الخاصه بالشاشه ولكن انا حبيت قبل ما نروح فقط عفوا المشاهدين الكرام من الفاصل حبيت نتكلم معك في واحد القضيه ربما احنا في الجزائر مازال ما لحقناش نخضر لواحد الثقافه تاع الناديين مثلا اللي راح ينشطوا النهائي ربما يديروا دي ربما ندوات صحفيه حتى تسنى للصحافه مثلا يتكلموا عن النهائي يمدوا توضيحات دي شارج كوميونيكاسيون في الفريق هو يتكلف بالمجال الاعلامي اليوم ربما نشوفوا هذاك الجانب المنغلق في النوادي اللي راح يلعبوا النهائي وهذا الموسم كذلك نو مي احنا في الجزائر هذه النقطه من بين النقائص نقاط سلبيه احنا النقائص راهي يعني متعدده ولا تحصى صحيح احنا نوافقك نورمالمون دوك لو ريكروتمون تاع لي كلوب في لو ستاف ادمنستراتيف تاعهم يفو كو كالكان سو اتاشي دو بريس لازم يكون حاضر في هذا سي تان ايفينمون اكزاكتومون وهذا داخل في ليفينمونسيال وهنا لازم يكون عندك واحد كومبيتون او ليو اللي تروح تجيب واحد اللي فور كما يقولوا هما في لي كوليس نروح نجيب واحد فور في لي زيفينمونسيال واحد اللي يعرف يدير حوايج ماشي واحد اللي يعرف واحد في الماركتينغ وهذه داخله كما نقولوا حنا في لو كاي دي شارج تاع الفرق الاوروبيه احنا في الجزائر كاي دي شارج تاعنا مختلف شويه على تاع اوكي يزيد لا بروميير فوا في ليستوار تاع الكوب دالجيري شفنا هاد الاسبوع لا كوب راحت لو 26 البجايه اول مره في فوالا ولو 28 راحت الاربعاء دونك داروا ام تيت كونفيرونس دو بريس وين كانوا دي ديريجون كلكو جوور دونك بور اون بروميير انا حبيت نقول لك مثلا انه جلال احنا مثلا لما عرضنا بالعاميه نقولوها مسيري مولدية بجايه ما قدروش يحضروا لانهم لديهم ارتباطات مع النادي في كل مره يا زيد ما كانش غير ارتباطات حنا ما حنا لي زالجيون اي سوبرستيسيو يعني واحد يجي في البلاطو يخاف يقول كان نخسر لاكوب من باك دست في البلاطو اي تو شغل الناس هذا اللي خليت نقول انه ربما المجال الاعلامي لديه دور كبير في النوادي هذا نقول له باللي حنا مازال ما دخلناش في الاحترافيه اكزاكتومون لما قال الخضر على دي بوان هادو باسكو حنا دخلنا الاحتراف دخلناه من القرمود ما دخلناش من الساس صح الساس يكونوا لي بوان يكون كلش ربما نوادي اللي يكون بيان فيسلي عندك كذا ما عندكش يعاقبوك انا هكذا نعرف صح حنا دخلنا ربما اللهم نادي واحد او اثنين اللي يديروا ندوات صحفيه واش علاه حنا رانا في نقطه برك رانا في صح نوادي اللي تقول انت يديروا نوادي اسمو ندوات صحفيه نهار يخسر ما يهضرش صح هذا هذا هو نيجاتيف وكاين نقطه احنا نهضروا على الناس لي سينيور كون تشوف في الاصغر ما كان لها نقول لك نخلونا في ميدان كاس الجزائر انا مريض الفاصل فقط
برك حبيت نتكلم لك يعني في سنه 2001 نهار لعبت نهائي كاس فرنسا دونك سيتي اون بون اوكازيون للفريق بوغ ترانسميتر ان ميساج دونك هنا نعطيك مثال كسوا فريق الاربعاء ولا فريق مولوديه بجايه كان يستغل هذه المنافسه هذه باش يروح يشوف المدارس يروحوا يشوفوا بعض الفرق على محاربه نعطيك مثل العنف في الملاعب حنا قمنا في 2001 اون فيزيتي دي اسوسياسيون شفنا ملاعب رحنا دون دي بتي كلوب علاش باسكو اوني كريديبل اون ايتي كريديبل ا سمومون لا سيتي ان كوميدياتيك سيتي ان كوميدياتيك ولكن حنا في الجزائر وللاسف بصح كاين ناس مختصين في هذا الشيء اللي عملوا عمل باش يروحوا لهذاك الشيء صحيح شكرا جزيلا لكم على كل هذه المواضيع اللي تكلمنا عليها في الجزء الاول من حصه الجزائريه فوت نروح مباشره نشوف فاصل ثم نواصل مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في الجزء الثاني من حصه الجزائريه فوت العدد الخاص بالنهائي الذي سوف يجمع امام الاربعاء بمولديه بجايه يوم غدين ان شاء الله ابتداء من الساعه الرابعه مساء بملعب مصطفى تشاكر بالبليده جدل تكلمنا عن اللاعبين تكلمنا عن الجمهور حال الان ربما موعد التكلم مع المدربين البدايه سوف تكون مع مدرب امل الاربعاء سيد محمد ميهوبي نروح نسمع كيفاش يشوف النهائي هذا ثم نعود تدريبات عاديه مع هذا يعني تدريب فوق ميدان يعني عشب طبيعي انا اقول لك مقابله نهائيه تقعد مقابله نهائيه تلعب على جزئيات تلعب على اشياء تلعب على حظ تلعب على كره من بعيد تلعب على خطا ان شاء الله احنا نحضروا لاعيبه من هذا الجانب باش يتفادوا هذه الاشياء ونحضروهم من اشياء كثيره اللي نخلوها لنفسنا ان شاء الله احنا ان شاء الله تكون من جهتنا ولكن الانسان يعني اداء عرس اللي لازم نمثلوه احسن تمثيل عرس كروي اللي لازم نكون في حسن ظن جميع الناس سواء المسؤولين سواء الرياضيين الجزائريين او سواء يعني التمثيل لان المقابله راهي منقوله على الشاشه الصغيره على يعني مختلف البلدان العربيه ولازم نكونوا احسن تمثيل ان شاء الله ان شاء الله اذا حظ اوفر لفريق امل الاربعاء ولمدريد بجايه سيد شيخ يوسف شفنا سي محمد ميهوبي قال شويه ما تحفظ شويه بعد التحضيرات هذا من حقه على كل حال قال انه رانا ندرب انه تدربوا طوال الاسبوع بملعب ربما عشب طبيعي هذا ضروري لانه النهائي راح يكون بملعب مصطفى تشاكر سيرانتينا غازو وعلى كل حال هو راه قريب من الفريق وعلى باله واش راه يدير ويقول الجزئيات ولا ماشي على كل حال المقابله تاع كاس elle se prépare comme les autres matchs. ما كان لا جزئيات لا والو ان ايفينمون كيما هذا مدرب محنك مدرب ذكي مدرب يعني في القمه حتى الجزئيات الصغيره هذيك يعطي لها قيمه كبيره يقرا لها حسابنا يقرا لها حسابها ويعني جزنا على كيما يقول لك مقابلات كيما هذو وين المدرب ما يتسامحش معك حتى في ظروف ما كاش يفو بروندر او سيريو ان ماتش سيتو ان ماتش دو كوب دالجيري صحيح سيدي مقتل حريتي لما تدخل اسبوع كامل مع اللاعبين تاعك في الفندق ربما بور بريباري النهائي هذايا لا موتيفاسيون ديجا دي وحده يعني هذه ما يختلفوش فيها اثنين ولكن ربما البعض يحبذ انه يتكلم على الجزئيات وما شابه ذلك عفوا ولكن ربما الجزئيات في نهائي ربما ما نضوش انه عندها مكان لا شوف احنا تكلمنا كما قال الخضر وتكلمت انا قلت باللي ما كان لها تزيد يعني تزيد الضغط على اللاعب باسكو لما هو تاهل للنهائي راهو عنده ضغط بسيكولوجي يعني طالع كبير انا ميهوبي سما تكلم حتى هو عنده ضغط عليها بيان سور يعني الانسان ما يكونش ومدرب هو اول مره وين يحضر يوصل الى النهائي وما عندوش يعني ما عندوش مده طويله انه يشرف كمدرب رئيسي مدرب رئيسي وان شاء الله ربي يوفقه كما قلت الانسان هو مدى به ديجا يدي لا كوب دالجيري سكيفي هو يعرف الفريق تاعو وين تكلم على الجزئيات هذوك حنا نقولوا بالك كوفرون بالك صافي بارتي دو جو ماهيش جزئيه هذه الموسم الماضي لا فينال لا كوب دالجيري شفنا زغدان الدقيقه الثالثه كورنر ريال ماركا روحو سي جزئيه شباب تقابل هي صافي بارتي دو جو ونقول لك جزئيات هي صافي بارتي دو جو يكذب عليك المقابله صارت هكذا طاحت فيها كوفرون جا واحد اللي كان محضر كما قال لك محضر الكوفرون هذاك داروا ولا سيما انا نقول ميوبي
أو عنده ضغط يعني عليه، وإن شاء الله ربي يكون معاه في النهائي هذا باسكو ماشي فاصيل باش تكون. صحيح لما بوغ جيري اون فينال ربما صعيب تقدر هنا ربما من جانب التقني انت لديك الكثير من الخبره انه تكلم كيفاش حيكون تحضير اللاعبين طوال الاسبوع قبل الدخول في النهائي نهائي العمره ان صح التعبير. هو انا نظن المدرب الذكي اللي راح يخلي اللاعبين تاعو يوم المباراه يكونوا مرتاحين ويكونوا سون بريسيون، ولهذا انا نظن باللي الجانب البسيكولوجي راح يكون اكثر من الجانب التكتيكي. ولا علاش؟ باسكو دوكايت اللاعبين تاعك راهم دون اون فاز دو بريسيون، لا فاز دو بريسيون هادي دونك اي سون با ريسبتيف، حاب يقول حتى المعلومه اللي تعطيها لهم ما راحش تكون لهذا ما يستوعبهاش 100%. فوالا في التدريبات ما لازمش يكون يعني صارم في كل الجوانب، لازم يخلي اللاعب يكون مرتاح نفسيا ولكن يعطي لهم لي برانسيب دو باز. والجزئيات هذو اللي راه يتكلم عليهم نظن باللي يقدروا هما اللي راح يصنعوا الفارق، لان المقابلات كيما هذوما بصفه عامه يكونوا مزيرين. يعني ما كاش واش اللي راح كاس كيفا كيما نقولوا حنا دي كوانسي لا سيتوياسيون سي ان كوفرون ان كورنير في بعض الاحيان، ولهذا لازم المدرب يخدم اكثر في الجانب البسيكولوجي كو الاتليتيك ولا لو تاكتيك. سيمون جلال حتى هنا ربما انت كصحفي ربما تقرا طريقه تحضير المدرب للاعبين تاعو، خاصه انه العديد من المرات راح تكون تحضيرات في ضربات الجزاء. هنا في نهائي مثل هذا ربما كثير من المدربين يعتمدوا على ضربات الجزاء مع اللاعبين تاعهم. اكزاكتومون سورتو نعرفوا امام الاربعاء القوه الاولى تاعها سي الحارس فلاح في ضربه الجزاء اللي نعرفوه اون 2009 كما تكلمنا جاب كاس الجمهوريه لشباب بلوزداد ضد اهلي البرج. دونك مي حاجه واحده اخرى حتى لي ماتش هذو اللي فاتوا جابوا ضربات الجزاء. مي ثاني نقدروا نقولوا بلي ميهو بيتانيك عنده ان ستاف معاه دي زاجوان، مي عنده حاجه اخرى، عنده لاعبين ذوي خبره ودي مونور دوم ليماج دو صدام، واحد كيما صدام يفاليدي ا بريباري سا فينال اوسي. دونك باش نقدروا نقولوا بلي لا بريباراسيون دو لا فينال سي ان تو، سي با كو لونترينور ولا ان تيل ولا البريزيدون ولا سي ان تو. يا ابخي حتى نقولوا ثاني نقولوا ربي حتى الجانب المالي ولا الفينونسي يلعب دور ثاني، كيفاش تموتيفي لي جوار بلا بريمي تو ثاني حتى تساعدهم باش يدخلوا. حتى نروح نشوف تصريح عبد القادر العمراني. وانا نظن باللي اللي راح يصنع الفارقه في هذا الاخر بالك سي ان بو هو الرئيس عماني. عماني ربما بخبرته هو الاخضر. نو ماشي بلا بريم، بالعكس ماشي بالاموال. عماني سيتي ان اونسيان جوار لعب بالفريق لعب في الفريق الوطني لعب في المنافسات الكبار احترف في تركيا كذلك واحترف، ونظن باللي هذا هو اللي راح يكون الفارق في النهائي والمكان تاعو راح يكون في البونتا توش في المقابله. انا نظن انه دي لوتر كوتي سي عبد القادر العمراني صاحب 59 سنه عنده كلام اخر. راه نشوف تصريح هذا هات وما يعني نجم نقول لك بلي الاداء تاعو كان ربما في بعض الاحيان مختلف على الاداء تاعنا ربما في البطوله الوطنيه، وان كانت اراده اكثر بونسك من المقابله المقابله في لاكوب دالجيري اللعابه كسبوا شويه هذيك اولا نقول تجربه دو سيت كوب دو جيري اللي واسع كوب دالجيري، وزاد اون بليس دو سان نقول باللي ولات عندهم الرغبه والحماس باش يفوزوا في كل مقابله. اون جامي نجم نقول لك باللي لاكوب دالجيري كانت ان اوبجيكتيف لا ليا ولا للمسيرين ولا حتى اللاعبين ولا حتى الفرق، جامي اون دوبي سيزون واحد يقول لك عندي ان اوبجيكتيف كوب دالجيري ما كانش منها، باسكو كان تيراج وصور كاين شويه الحظ في التيراج وصور تلعب في الملعب تاعك وخارج ولا خارج الملعب تاعك. جو بونس كو هذه هي لا ديفيرونس ميتنون سي فري ديناها مقابله مقابله ولا كوب دالجيري نلعبها ماشي لي انا كمدرب، ولهذا نقول حظوظنا متساويه والفريق اللي يكون ربما مركز اكثر ويعرف يسير المقابله من الناحيه المعنويه اكثر سورتو سي بلون فيزيك باسكو ما يخفيش عليك اون فان سيزون اوتوماتيكمون سا بيز لو نومبر دو كومبيتيسيون تاع كاع العام هذه قريب 50 ولا 60 ماتش بلا كوب ولي ماتش اميكو وشامبيونا سا بيز دون لي جون دي جوار. سيتان جوار ربما اللي ما عندهمش ان فيكو ما عندهمش ان فيكو يعني سبورتيف عالي باش يقدروا يتحملوا هاد لا شارج دونترمون، مي اون سي كو ميم دو ريكيبيري لي جوار اي دو بيان بريباري باسكو هاد الماتش سا فا جوي بوكو بليس او نيفو دو لا تيت. اخضر عبد القادر العمراني تفيق في تصريحاته انه يبعد الضغط على لاعبيه، يبعد الضغط كذلك على 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 نفسه، يقول انه كاس الجمهوريه جامي كانت ان اوبجيكتيف، ربما حتى يتكلم على نهايه الموسم في تصريحاته تفيق انه لديه خبره نوعا ما في 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 سيد الكاس. بطبيعه الحال ويعني هنا واش قال كل شيء معقول، ها لان تكلم على الجانب
الدهني وقلت باللي سي سور سا كي فو سي بازي. تكلم تانيك على الجانب اتليتيك باسكو عنده الحق تانيك ولكن باش يقول باللي الكاس تاع اللاعبين ماهيش تاع هذه ربما هذه تعقيب هذه بيان سور باسكو ما كانش اللي ما يحبش يربح تيتر كساس سوا جوار ولا صح هو عنده الحظ نال دو كوب اون كالكي سورت يعني الموتيفاسيون لاعبين يقول لهم يعني هذه كاس ليكم شرفوا نفوسكم وربما يموتيفي لاعبين تاعهم. سمح لي برك مختار نظن باللي انت تشوفها موتيفاسيون مي انا نديرها اون بريسيون سوبليمونتيغ لنفسه ولا للاعبين؟ اللاعبين اللاعبين ربما ربما مختار على لا ما نشاطرش لهذا ما نشاطرش كي يقول لا هو لا هو قالها لا هو قالها بذكاء هو حب يعني سون فير دو بريسون لي جوار حملهم المسؤوليه لهذا قال هذا الكاس تاع اللاعبين اللي عنده الحق في الميدان هو يمد بصح في الميدان شكون يكون اكزاكتومون هذا الشيء اللي كان يؤديو يعني المقابله لازم يحضر روحه اللاعب ويكون محضر يعني هو يزيد يعطي له هذاك لي كومبليمونتير اللي قال الاخضر نفسيا هي اكثر نفسيا ويعرف كيفاش هو اش قال على كلمه على التحضير البدني باين بلي عمراني يعني راهو خفض مستوى التحضير البدني لشارج. لان لاشارج على باله بلي لا سيزون كانت طويله تاع الموب شحال لعبوا مقابله لهذا هادشي اللي خلى مسيو الشيخ يوسف يقول انه ربما بعث برساله مشفره للاعبين باش يكونوا في المستوى يوم النهائي. عمراني لي تريز انتيليجون كما قال الاخ الاخضر صح هو ما حبش يدخل في متاهات كما يقول لك تاع المقابله راه ذكي الى لونسي ان ميساج او جوور كوم كوا لو ماتش تاعكم ماشي تاعي وثانيا اعطى رساله للجمهور للمسؤولين بلي هذه المقابله مقابله نهائيه جات عمره لا دايرها ان اوبجيكتيف اليوم باش تجو يعني غدوه ما غدوه تحاسبوني وتقولوا لي كذا نو اجوردي نو سوم اون فينال سي ديجا بوكو دونك سي بونوس يعطيك سي ان بونوس هذا المقابله صح سي لي جوور دوك مسرحيه كل واحد يؤدي الدور تاعو كما يبغي اكزاكتومون جلال تفضل حبيت نتكلم على نقطه ثانيك تعيين حاكم بشاري بور اربيتري لا فينال مع مسيو الحمداوي حملاوي بلوتو والسراجي كوم سراج كوم اجوان حبيت نفهم برك اسكو احنا في الجزائر عندنا غير بشاري نعطوا له لا كونفيونس ليه ولا ما عندناش حكام اخرين تسمى باسكو بشاري نعرفوا انه هو اللي اربيترا مقابلات تاع لا فينال تاع العام اللي فات اونتر جياسكا والمولوديه اونتر جيمي اللاعبين كاع يحبوه كاع يحبوه كاع يحبوه بشاري عندنا كونتي كيما دوك كيما الاخضر وين نفهم بين الصوت ورانا دوك اسكو في الجزائر عندنا غير بشاري ونديروا له لا كونفيونس ولا لا غالب الحكام الاخرين محدودين المستوى ما نقدرش نعطيهم لا فينال باسكو حتى الحكام هذو راهم يربيتريو كل اسبوع يشتموا فيهم لي بريسيون لي بريزيدون دوك لوبي يعيطوا لهم باش يخدموا مقابلات حتى الحكم تحدي انه يربيتريين فينال حتى الحكام شرف كبير انه اوبجيكتيف حتى لي زاربيت انه اوبجيكتيف يلحقوا الى يحكموا الفينال مي حنا لا طوا غير بشاري دوك اسكو بشاري سي الميور وما عندناش ابار ولا اللي حكم الاخرين ما عندهمش مستوى حبيت نفهم هذه انا نظن بشاري باش يعني يحكموا له باش يختاروه وكذا ادى موسم صح باش يعطيو العام اللي فات وزيد له هذا العام لا هذه من خصوصيات لجنه التحكيم ولكن احنا نقولوا يعني لما نشوفوا بشاري يؤدي في مقابلات يعني لاباس بها ماهوش شوف ما دارش ما شوف الانسان يخطا ما دارش اخطاء يعني انا نشاهدو عنده لو طاكت هو يعني سي با لو جور كيما عبيد شارف غير دير فوت يجيب لك صح هو يهضر ويعرف يتكلم مع اللاعبين يقولوا انا سي البسيكولوج البسيكولوج عفوا تاع اللاعبين هو ست ميتسا عنده يعني خبره يعرف يتعامل كيما اللاعبين ومقابله كيما هذه فيها حساسيه وحده عطاوها لبشاري وانا متاكد باللي بشاري راح يؤدي مقابله على ان شاء الله لا ما انت مانيش نقول لك يعني باللي راح يؤدي مقابله لاباس كل يوم ما تكون مالي وما تجدد لا هو يمد الحيويه جلال يمد الحيويه يلا جلال جبنا في سي لو مومون باش نروحوا نحكوا شويه كره قدم يلا مشاهدينا الكرام راح مباشره الى جينجل الاخضر عجالي
اذا كما تعودنا عوده الخضر عجالي اللي كان الاسبوع الماضي كان في فرنسا، اليوم عوده ولا عندنا الخضر توحشنا التحاليل. لا اليوم التحاليل الخاصه بالنهائي، تفضل الكلمه لك. وكان السمانه اللي فاتت وجا حاريتي وكان عطيت له تاجيز يلاه نطري له شيخ بروشان نيمورو نطري له يلا تفضل الخضر. اليوم برك حبينا نتكلموا على لي كاليتي تاع لي دو بلوك، يعني على شباب امل الاربعاء ومولوديه بجايه. نشاهدوا باللي عمراني عنده سا سي انتريسون عند عمراني، علاش؟ باسكو لو بلوك تاعو إلي توجور يعني كيما نقولوا حنا ما يخليش مسافات كبيره كثيره مع ما بين لاعبين كيما راكم تلاحظوا. انا فقط حتى نفهموا برك، هذه في مباراه ضد ربع نهائي ضد جمعيه وهران. جمعيه وهران يعني خارج الديار. خارج الديار. هنا نشوفوا باللي اشاك فوا لو بلوك تاع فريق القبائلي، نشوفوا هنا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8، احنا ما ندخلوش في لو سيستيم دو جو ولا، لان هنايا ما نقدروش نتكلموا في البطوله الجزائريه بصفه عامه على لي سيستيم دو جو، لان انا نظن باللي اللاعب الجزائري عنده ان ديفيسيت او نيفو تكتيك. لهذا ما نقدروش نتكلموا، ولكن نقدروا نتكلموا على لو بلوك ادفيرس. لو بلوك ادفيرس كما راكم تشوفوا فريق القبائلي عنده هاد الحنكه هذه باش يعاود يروبلاسي رابيدمون. علاه؟ لانه في لو بلون جو تاعو عنده لا ترانزيسيون على بيرت، سيتادير كو لا ترانزيسيون على ريكوب، دونك غير يعاود كيما راح نشوفوا في اللقطه اللي راح تجي لما يسترجعوا الكره يتحولوا مباشره الى الهجوم. وهذه من خصوصيات هاد الفريق تقدر تقدم من فضلك. نشوفوا هنا اللقطه، وهذه كذلك تقدر تكون نقطة ضعف، لأن لما تدافع بزاف با وتلصق يعني تو غيدوي لي ديستونس تقدر دير أخطاء من بينها هذه. يعني هنايا راك تشوف سي اون فو تكنيك، دونك اللاعب حبي بعدها إلا يوتيليزي لو موفي بي ولا حال داخل قريب خسر هذه المقابلة. هذا كان تعادل في الدقائق الأخيرة من الدقائق الأخيرة. ودوك نشوفوا مباشرة إلى اللقطة الثانية. نشوفوا اللقطة الثانية مثلا هنا كيف راح يكون. تفضل نشوفوا باللي هنايا لو بلوك اي فا سي ريفورمي رابيدمون، دونك اي فا يافوار ان روبلي ديفونسيف كيما راكم تشوفوا هنايا، ولا كاباسيتي الي رابيدمون فيغ لافون، تحولوا مباشره وبسرعه كبيره الى هجمه خاطفه. فوالا، واللاعب هذا يعني لاعب حمزاوي هذا لا، والعمل اللي داروا زرداب شوف وين يروح يبلاسي روحه. دونك كيما راكم تلاحظوا هنايا نشوفوا باللي اشاك فوا دونك يمد دو لا دونسيتي كوتي بالون. À chaque fois, ils mettent de la densité. Je vous oublie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus 8, il sert à la transition par la suite. Parce que lemma, on va récupérer le ballon. Je vous oublie. Had l'aib, il va récupérer devant le gardien carrément. Donc, je vous oublie. La récupération. Je vous oublie. La récupération du ballon. Je vous oublie. La transition. Donc, là, on a une seule touche de balle. Deuxième une passe. Donc, je vous oublie. ثلاث لاعبين وهذا اللي كان شفناه مقبل. دونك هنا رايحين يديروا لاكسيون هذه افيك 3 جوار، دونك سي لو برانسيب تاع لاتاك رابيد، اتاكي افيك ان نومبر ريدوي تاع لي جوار اي الي فيت فيغ لافون. ونشوفوا هنا لابيل اون تايمينغ كي لا بيان ايفيتي، ونشوفوا بلي حتى لو كان الحارس كان يقدر، وهذا سي تري تري امبورتون. ونشوفوا بلي او مومون ويلا تيري دونك يو 9 سكوند 9 سكوند سي اون اتاك فريمون تري تري سرعه سرعه كبيره جدا. وهذه حذاري لان فريق الاربعاء من الخصوصيات تاعو سي لو بلوك او، دونك لازم عليه يقرا مليح المنافس. حتى المساحات ما كانش شوف. نعم يلا المخرج نمر مباشره الى اللقطه الثالثه فقط. نقدروا نجوزوا للقطه مقابلة التالية. هنا شوفوا من بين خصوصيات فريق الأربعاء هنا ضد اتحاد العاصمة، نشوفوا لا كاباسيتي هنا إلا تقدر تتوقف الأخ إسماعيل. هنا شوفوا برك لا ديفيرونس دو تاي دو جوور بارابور هنا شوفوا مولدية بجاي فوالا أبوبخي هاد اللاعبين هادوما يفون دون لي 1.70 با بلوس. دونك نشوفوا بلي دوك بوغ أن جوور دونك سي اون طاي كي ان بو بتيت، دونك هذا يسمح لهم بلي لو سونتر دو جرافيتي اي با، ولما يكون الجوار عنده ان سونتر دو جرافيتي با الى لا كاباسيتي باش يدور سور بلاس رابيدمون. وهنا نشوفوا سكي انتيريسون لو موفمون تاع هاد اللاعبين. تفضل الاخ نشوفوا لو ديبلاسمون تري تري انتيريسون. وهنا نظن بلي كاين المدرب ميخازني. ميخازني ونغتنم الفرصه باش نحيوا ميخازني ونتمناوا له النجاح مع الفريق الوطني 20 سنه. نشوفوا هنايا شوفوا سكون ابل
لو موفمون دو لورلوج دونك شوفوا هنايا ثلاث لاعبين هنا شوفوا لو ديبلاسمون تاعهم دابيتود ساعه يعني. نقول لكم دائما موفمون دو لورلوج هنا باش نبينوه برك شوف تفضل انا نتعلموا مشاهدينا الكرام حنا نتعلموا وهنا كيما راك تلاحظ هنا لامبورطونس تاع فورمي لي تريونغل لي تريونغل علاه سي بور سوفغيغ دي لونغ دي زونغل دو باس علاش تقدر تقدم من فضلك باش نفهموا هنا برك شوف هنايا هنا رانا نشوفوا باللي اشاك فوا لو جوار يسمي اونتر لي دو جوار ادفيرس دونك دون لانترفال ونشوفوا هنايا لا كاباسيتي كونت اوني كيما نقولوا حنا اون تريونغل حنا لو بورتور يل بو افوار بوكو بلوس دو سوليسيون اي دي بوسيبيليتي دو باس ولكن حذاري عند ضياع الكره لان هنا كيما نقولوا حنايا لو بلوك اي تري او دونك هنا كاين مسافات بزاف لو كان تو نانترفيان با توت سويت كلكو شوز كي فون فيغ تري تري بيان هنا كيما دوك نشوفوا هنايا الفريق تقدر تقدم من فضلك فوالا دونك هنا اون فوا توجور لو ديبلاسمون تاع لي جوار كي تري تري انتيريسون دونك توجور سو ميتر دون لونغل دو جو وهنا هوب يجبرك انك ترتكب خطا عفوا داخل منطقه العمليه وان مومون دوني هنا برك باش نعاودوا نديروا الفارق مع الفريق الوطني الشيء اللي خص في الفريق الوطني اليوم حاليا هذا اللي راه يخص لا كاباسيتي تاع لي جوار دالي بيركوتي دون لا ديزيون باسكو فير دي باس سي بيان مي ان مومون دوني اي فو اتر ترونشون علاش باسكو لو كان ضيع الكره لو بلوك تاعك تستقام غاليه تستقام لك غاليه في الخلف نعم. وانا نشاهدوا باللي هذا نظن باللي لاعب يطو هذا يطو نعم يطو ولي ولي يجبر مفتاح تاعك تكمل على الخطا لازم تاخذ تي ريسبونسابيليتي وتروح تفيكسي اكزاكتومون فقط المخرج نمر الى مباشره الى اللقطه الاخيره دوك هنا نشاهدوا دائما في مباراه امل الاربعاء اتحاد العاصمه دونك هاوليك لو سون دو جرافيتي خليك الدور رابيدمون ونشوفوا باللي كما راكم تلاحظوا هنا فريق الاربعاء الى لا كاباسيتي دالي فيت فيغ لافون سا سي تري تري امبورطون نفس اللقطه اللي كانوا قاموا بها ربما في نو هما هذا سي لو ستيل دو جو تاع فريق الاربعاء كما راك تلاحظ لهذا انا نقول باللي تقدر تقول هنا نقدر نقول باللي celui qui a fait le choix de joueur ثم il a fait le bon choix علاش باسكو خير تركيبه بشريه اللي تواتيهم وتانيك بارابور نقدر نقولوا ربما نقدر انه الخدمه اللي قام بها محمد ميخازني جابت اليوم ثمارها هي شوف بصفه عامه ما كاش حاجه تبدا من الفوق كما قال اون بو با ما نقدرش ندخلوا الاحتراف من الفوق ما تقدرش تبني دار من الفوق هي كل هذه سي سويت دو ترافاي تاع ميخازني بلا ما نقصوا من الخدمه تاع ميهوبي ولكن ولكن هنا رانا نشوفوا باللي الفريق هدايا يعني الى دي باز تاع لا بوسيسيون والى دي باز تانيك تاع لا ترانزيسيون سي سكون فا فواغ باغ لا سويت نشوفوا باللي لو برانسيب دو تريونغلي لي توجور لا نشوفوا باللي شوفوا توجور لو جوار qui n'a pas le ballon, le non-porteur, il occupe toujours les espaces vides pour donner des solutions au porteur. C'est le principe du triangle. Chauffons là sur l'acte hadi. D'aimen, on voit le triangle. Et à un moment donné, toujours le même joueur qui percute. C'est ça qui est intéressant. Yeto. Donc hadaya, ça permet de déséquilibrer le bloc adverse, surtout contre le bloc. T'as pas de Ismaël. Surtout contre le bloc adverse et يجو اون زون دونك نلاحظوا هنايا 1 2 3 4 5 6 لاعبين دونك هنا يفو ديفلوبي لا ترانزيسيون على فيغ نروح داري فقط من الخلف من الاربعاء راه متواجد باربع لاعبين فقط نعم ولكن نشوفوا بلي راحين يديروا هاد لا ترانزيسيون بطريقه جيده يعني ضد فريق بجايه القبائل الفريق القبائل لازم عليهم يديروا هاد لا ترانزيسيون لان عمراني راح يكون يفا لي زاتوندغ وبالك مع الذكاء تاعو ولا ربما يقول لك نربح مع الوقت مالا لازم لو بلوك تاعي يريح يسوفي ان بيت باش نربح هذا الفريق حذاري فريق الاربعاء هنا ربما خبره المدربين وحين كنتهم فوق ارضيه الميدان هما اللي تصنع الفارق في نعم. في مباراه تفضل الاخ يزيد نشوفوا هنا ضياع الكره تاع فريق الاربعاء وهذا راح يقوم به بطريقه جيده هنا كانوا ضيعوا الكره نعم نعم نشوفوا هنا لو برينسيپ تاع لا ترانزيسيون à la perte donc on a mettre de la densité tout de suite sur le porteur donc شكون اللي يدير هذه لا ترانزيسيون لي جوار لي بلو بروش وهذه هي لا يمارسوا الضغط على اللاعب فوالا ونشوفوا هنا كيفاش le replacement a été fait sur place bon c'était un tacle un peu dangereux d'ailleurs il a été sanctionné le لاعب ولكن ils ont freiné l'action donc le porteur
n'a pas pris de la vitesse, ils ont freiné l'action. Les 7 tawani, ils ont récupéré le ballon. Donc, il y a des choses qui راح نشوفوها ولا ربما اذا كان كما نقولوا احنا الفرق يسون غستي فيدال اوميم ولكن هذه مقابله تاع نهائي كاس ولا ربما الفريقين راح يكونوا متخوفين وبين زوج يفون اتر بريدون. شكرا جزيلا لك الخضر على كل هذه الاتحادات. مشاهدينا الكرام نروح مباشره الى جينجل ثم نواصل. إذن مشاهدينا الكرام ربما التحاليل كانت جد رائعة من الخضر عجالي، كان فهمنا ربما في طريقة لعب هذا النادي اللي الحين نشطوا النهائي يوم غد إن شاء الله. جلال الفريقين كانوا زاروا المجلس الشعبي الوطني مع نهاية الأسبوع هذا، ربما زيارة كانت من طرف مسؤولي الناديين هذوما. شفنا يعني في المجلس الوطني الشعبي الوطني كان تكريم لأربع الفرق اللي حتنشط نهائيات غد إن شاء الله، نهائي المدني ونهائي العسكري اللي حيكون بين القوة البرية والدرك الوطني. شفنا حضور عدة شخصيات اليماج دو مسيو تهمي جوستومون جلال نوقف كان نروح نشوف فقط صور اللي عندنا وكنت انت حاضر تبا ثم نعود نتكلم على من كان حاضر في هذه الزياره. الجزائر داخل البلاد وخارجها درعا او جايه والجميع مدعو على مندب الخدم. إذن ربما مسؤولين كبار كانوا حاضرين في الجلسة هذه جلالة، على رأسهم رئيس المجلس الشعبي الوطني سيد ولد خليفة. نعم كانت تما هو إلى أونوغي العديد من الشخصيات، كان جنرال مقداد، كان وزير الرياضة تهمي، كان روراوة، كان عدد شخصيات. قلت لك كرموا لي كات زيكيب اللي حينشطوا للنهائي وساشون كو إن شاء الله أتريزور يورا لا فينال ميليتير أونتر الدرك الوطني وقوة البرية، وأسازور يورا لا فينال أونتر يعني فريق الموب وفريق الأمن الأربعاء. شفنا يعني في ان بون امبيونس روح رياضيه كبيره بين يعني كان رئيس فريق الموب كان حاضر، ومن بعدك باش جاو يعني ممثلي امل الاربعاء يعني كان حضر عماني اون ريتار هو وبعض اللاعبين، مي لومبيونس ايتي با مال، روح رياضيه عاليه. نتمنى انا غادي ان شاء الله هذه الروح الرياضيه تكمل، وساشون اوسي كو يوم الخميس كان حتى عبد الغني الهامل المكلف يعني بالامن كان كرم لي دو زيكيب، دونك اون فا دير كو يو ان بون امبيونس اسبيرون كو سافا كونتيني سور التيران ان شاء الله. ان شاء الله ربما مبادرة طيبة سيد مختار حريتي قبل النهائي شتي بون شوز جمع الفريقين يعني. كنا احنا النهائي عنده طبع خاص لهذا مبادرة طيبة، ولكن انا نقول ان شاء الله برك ارضية الميدان ما تاثرش. صحيح لان يعني لما تلعب دو ماتش كونسيكوتيف سور ان تيران ديريكتومون ان شاء الله ما تكونش تاثر على المقابلة الاخيرة. ما مختار التوقيت ان فينال 13 الاخرى 16 سي ان بو ونعطيك انا برك طبعا كنت شفت الفريق الدرك الوطني هو فريق قوي ورايحين تشوفوا فريق قوي يعني الدرك الوطني. ما نديروا تغطياتين دوك لا نقول لك لا لان نحجر في الصباله صار لي شرف وشفت هذا نديروا الاناليز الفريق الدرك الوطني شفت هذا الفريق شفته يلعب. عندك اوفر تاع بيرمي ولا عندهم؟ لا 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 لعبت ضدهم مع الفريق اللي كنت حاكمه تاع بومرداس يعني عندهم فريق قوي. اذا كنت توفيق للناديين هذوما جلال الله ولا صاحبك يا شيخ او غير يضرب فيك اليوم سي شيخ يوسف حنولي لك ربما نقطه حبينا نخليوها لك مع الاخر الاخضر ان فينال 16 ربما حبيت نخلي النقطه هذه حتى الاخير اسكو سي كما يقولوا هل ترى توقيت مناسب نعرفوا يعني الحراره التي حتكون في مدينه البليده او ربما كان من الاحسن انه يتم شويه ابعاد يعني التوقيت الساعه مثلا 6 مساء او 8 مساء. شوف الاخ يزيد يا كره القدم تتلعب في كل الاوقات ولكن مناسبه كيما هذه انا ليا انا نظن باللي ملعب 5 جويليا كان الاحسن صح. واللاعب حتى على 10 تاع الليل كما يقول لك ما يهمش وخاصه لي ماتش نوكتيرن كما يقولوا احنا هذا طعم خاص يعني طعم خاص شارم وحده فوالا. دونك
ولكن بو حنا رانا كما نقولوا حنا رانا في الجزائر يا بروتوكول اوسي كاين يعني رئاسه الجمهوريه هي تحدد الساعه اوسي دونك سي بور سا نو مي حتى في الخارج الرئيس يحضر ولا حتى ربما يعني الجمهوريه ما عندهاش كان من احسن ربما هذا راينا كان من احسن انه يلعب في الليل مثلا حتى اللاعبين لو كان تروح تسقسيهم يقول لك في الليل صحيح صحيح مسيو شيخ يوسف انت توافقني رايك نقول لك كاس الجمهوريه تقدر تعمل المستحيل في المناصر توافقني نقدر نقول لك انه الكاس تقدر تخلق واحد الامور عجيبه في المناصر الجزائري معلوم معلوم اذا نروح نشوف فقط هذا التصريح من هذا المناصر الوفي لامل الاربعاء ثم نعود لا فينا ان شاء الله تكون بكل روح رياضيه يكون كلير اينات سواء لو ار تي 4 ولا لو موب ليسونسييل لا كوب دالجيريا سيرا ايسي اون الجيري ترجع في الجزائر ربما تصريح بقدره رياضيه نفهمها اللي يربح بصحته نفهمها بصح تريح في الجزائر ما راح تريح في الجزائر ما تخرجش من الجزائر لازم قانون بلي لاكم ما يدوها الموب ولا الاربعاء ما جات تخرج من الجزائر تعرف بلي هنا المناصر المسكين عنده الضغط راه في بريسيون كبيره قاعد عطيه اون سبيسيال سيد شيخي هذا محمد هذا انسان نحيوه بالمناسبه يحب الفريق toujours à l'heure, toujours bien habillé, toujours représentatif. Enfin, qui va Quand les couleurs sont bien allées à Hadja. Qui va Qui va chercher ton loin voilà, Mohamed, il y a ton loin. Mohamed. Attends, le malou m'a dit d'autres. Moi, je me malou m'a dit. Inch'Allah, le coup là, il y a des amis. 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 ان شاء الله كل توفيق للفريقين ان شاء الله والمناصر هذا اللي بان لي ان بو سبيسيال الاخضر دوك نو نو او كونترير حنا ماذا بينا نشوفوا ناس كيما هادو وهذا هو كيما نقولوا حلاوه كره القدم مع كاع الناس كيما قال الاخضر اسمح لي نقطع كلامك بالعسل هذا يلونس ميساج صحيح اه ويعطي صوره هاو يعطي في صوره جميله للمناصرين صحيح والانصار تاع الاربعه بيان ابيي شابو توجور توجور بيان ابيي وكي تهضر معاه يلي على لاوتور بيان في استاد الجزائر راه نشوفوا فيها توجور هكذا توجور هكذا ولفنا ولفنا يعني علف الملاعب ولفنا الويكلو لا لا والله يعني بكل صراحه تحيه خالصه خاصه بلي ما جاتوني جون يعني اللي يتفرجوا كره القدم صحيح شكرا جزيلا لك سيد شيخ يوسف تفضل نخضر عفوا احنا نهنوه نقولوا له سير ما تخرجش من الجزائر جوستومون هذاك الخضر ماهيش خارجه ماهيش خارجه صحيح مختار قبل ما نختموا ربما هذه الكؤوس اللي لعبناها واحد اليوم طبعا راح تكون طبعا 51 ان شاء الله 25 كاس كلها قعدت هنا في العاصمه 8 كؤوس في سطيف 5 كؤوس في مدينه تيزي وزو شبيبه القبائل وبجايه ربما والعديد من الولايات الاخرى اللي عندها كؤوس بجايه عندها كاس واحده الشبيبه يعني جي اس ام بي بليده ما عندهاش جلاله بليده ما عندها بليده ما غير امل الاربعاء ولا اتحاد بلاده ما عندهمش كاس ما عندهمش كاس يعني دوك كيما يقول لك سيده الكاس هي واللي حابه تروح تو ديبون ولا حابه تروح جاي حابه تروح في بليده شكرا جزيلا لك سيد مختار حريتي قبل ما نفترقوا انا ما تقول لي ما تحصلني ما والو اعطيني برونوستيك تاع غدوه ان شاء الله سيد مختار حريتي راح يكون يعني برونوستيك صعيب على كل حال يعني ما نقدرش نقول لك شكون هو الفائز وان شاء الله تكون الكره الجزائريه اللي تفوز ان شاء الله ما جاوبنيش الاخ جلال لا نسمحوا له ما نسمحولوش يعطيك هذاك البرونستيك خلينا نروح نختم الحصه ما عنديش برونستيك باين بيه المدرب المصحاب حبابه ما كانش كيفاش جوج شيخ يوسف ربما كيفاش تتوقع المباراه ان شاء الله برونستيك تاعك ولو انه احتمال امل 24 فرق منه يا اخي العزيز انا شوف انصار قلنا بانه دواء انصار تليفونه ولي من الخارج ها هو حريتي شاهد تليفونه ولي مش مانشستر يونايتد فان جول عبد الرحمن عبد الرحمن بن سبع نحيوه من هذا الموضوع ايوه بالمناسبه لا تليفونه لي بوهالي سي ان اونسيان جوار تاع الاربعه سي ان تري كرون جوار ثاني يا خويا انا ما نجيبش نولي لور ان شاء الله نرفعوا ان شاء الله كل التوفيق لكم ومولد بجاي وبالمناسبه اسمح لي تفضل ولايه البوليده بالمناسبه نشكرهم على الصعود للقسم الوطني الاول صحيح صحيح يستهلوها صحيح وناصرونا ان شاء الله وان شاء الله في لافينال راح يزيدوا ناصرونا ان شاء الله مسيو شيخ يوسف شكرا جزيلا على حضورك معنا اليوم نشكرك وان شاء الله كل توفيق لفريقك ولفريق مولد بجاي الاخضر برونوستيك ربما لمباراه الغد ان شاء الله انا نظن باللي لو كان الفرق يبقوا اوفياء لطريقه لعبهم راح نشوفوا اهداف ولكن ما نظنش باسكو كاين لي ماتش فون سيري ولكن انا واش نقول نتمنى مهما يكون الرابح
نتمنى الانصار يكونوا يعني على اوتور وان شاء الله نشوفوا بلوس عرس رياضي ولو نتكلموا بلوس على لو فوتبول كي حاجه واحده اخرى ابري المقابله ان شاء الله. ان شاء الله شكرا جزيلا لك الخضر على حضورك وعلى كل التحليل اللي قمت بها اليوم. جاد لي عيش انت على بالي بلي حتعطيني بروموستيك ما عندكش مشكل تفضل اعطيني بروموستيك حتى نختموا الحصه. مقابله 0-0 تروح لي بينالتي ومن بعدك سوا في الله سوا من صوري واحد فيهم حيخرج هو البطل هذا ما كان. ان شاء الله شكرا جزيلا على حضورك اليوم جلال معنا وكل عمل اللي قمت به. مختار حارثي شكرا جزيلا على حضورك معنا. نشكروا المشاهدين الكرام اللي تبعونا وصبروا معنا. اذا شكرا جزيلا للمشاهدين الكرام. نتمنى ان شاء الله كل توفيق للناديين امل الاربعاء ومولد بجايه في هذا التحدي. ربما اللي حيفوز راح يكتب تاريخه باحرف من ذهب. كل توفيق للناديين هادو مولد الجمهور ان شاء الله يكونوا اكزومبلير فوق المدرجات. اذا المشاهدين الكرام ابقوا اوفياء لقناه الجزائريه قناه كل الجزائريين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.